تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. إذن من جديد أحيي المستمعين الكرام وأرحب بهم في هذا اللقاء التواصلي، واللي بدون شك غادي نخصوه للفريق الوطني المغربي لكرة القدم عقب المقابلة اللي جرت بالأمس ضد منتخب ليبيريا واللي انهيناها بفوز بهدفين لصفر. الآن يمكن نقول بأنه نتحدثوا على المقابلة ونهضروا على المردود العام ديال الفريق الوطني وحنا مقبلين على كأس العالم. علاش نقول هذا الكلام؟ حيت عادة لما تكون عندنا واحد الاستحقاقات تنبقاو دائما نقولوا يمكن هذه المقابلة يمكن غيكون واحد تحسون، يمكن يبان واحد شي حاجة، تنعطيو لراسنا واحد الأمل. علاش؟ حيت هذا الأمر يتعلق بالفريق الوطني. المباراة ديال الفريق الوطني البارح أول شيء تلقى فريق آخر لعب، يمكن المدرب تيقول عنده أعذار ديالو بأنه اللعبة كاين اللي مصاب كاين اللي مريض وكاين اللي على كل حال. لما ما غيكون شيء أكرد ماسينا أمرابط برقوق أملاح الشاعر تيسودالي، هذا فريق كامل تقريبا ما كاين شيء. تندخلوا بفريق آخر، وهذا الفريق آخر يعني واخا تعطي احتمالات ديال المتتبعين كاملين باش يخرجك فريق بهذا الشكل هكايا صعيب، حيت كاين تشكيلات ديال الفريق الوطني ما يفهمها الا واحد هو اللي عارف يعني اللاعبين ديالو، هو اللي عارف الكره، يعني حنا ما عندنا الا نتبعوا. صحيح انه شرك بعض اللاعبين اللي جاوا في اخر لحظه، عاديت الله دخل في اخر مقابله بلعب ذاك ربع ساعة ولا شي حاجة بحال الشكل هكايا، دخل يحيى جبران ودخل عطيت الله ومن بعد دخل داري في الشوط الثاني. على كل حال على العموم الشوط الأول ديال هاد المقابلة هادي اش يمكن نقولوا فيه؟ شوط لا يليق بجوج ديال المنتخبات، نقولوا منتخبين، شوط بدون فرص للتسجيل بدون أي شيء. يعني صراحة يعني ماشي غنقول الفريق الوطني المغربي عبر السنين ما عمرو لعب مقابلة سيئة، لعبنا مقابلة سيئة ولكن غادي ندخلوها وحدة منهم باش ما نقولوش عاوتاني لا حنا راه تنتحاملوا على واحد الفريق ولا واحد اللعابة، لا، كانوا عندنا مباريات كانوا سيئين وهذا دخل وهذه المباراة هذه خصوصا الشوط الأول منها وإجمالا المباراة ككل ندخلوها في اللائحة ديال هذه المقابلات اللي كانوا سيئين بشكل كبير. هاد السوء ديال المقابلة المرض ديالو هو أنه هادو يمكن لأول مرة تتجمعوا بيناتهم، ثانيا تلعبوا أمام فريق ضعيف، ليبيريا فريق ضعيف لا نقاش في هادشي، هذا طريقة باش يلعب وساذج، ما عنده لا قوة بدنية ولا فنيات ولا يعني تتحس بأنه فريق تيتقاتل باش يخرج كرة ولا يدير شي حويجة بحال هاد الشكل هكايا، ماشي شي فريق اللي خصو يتجاوز نص وسط الميدان. ملعبين له جوج ديال المهاجمين اوسط، يعني النصيري والكعبي دخلوا بجوج، ما عرف واش بحال هاد الفريق ديال ليبيريا عنده جوج ديال المدافعين، واحد سميتو ميليطاو وواحد سميتو بيكي، وخاصنا باش يمكن نضغطوا عليهم خاصنا نديروا جوج ديال اللعابه طوال هادو، ماشي بالضروره انك دير جوج ديال المهاجمين بهذا الشكل هكايا الفريق على قد الحال. إضافة لأنه واحد اللعاب اللي هو الشاعر دار واحد المقابلة مزيانة ما شاركش كاع نهائيا، واش عاوتاني غايقول لك لا عيان، حنا تنذكروا حنا اللعابة اللي خصنا نولفوهم، كان يدخل مع 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 أمين حارث ومع أوناحي ما كاين حتى مشكل، غدخل فيصل الفجر شنو غايدير؟ واش غنجربوا به ولا يعني فيصل الفجر في الفريق الوطني يعني شنو هي الإضافة؟ يعني بحال أنه غنجربوا واش يصلح لكأس العالم، علم بأنه لعب سنين وحتى واحد وقت قلنا تنسى ما بقى عنده فريق، عاود رجع عاوتاني رجع أنه يسيطر في وسط الميدان، علما بأنه حتى في الوقت اللي كان يعني لاعب يعني باقي في الأوج ديال العطاء ديالو، الميزة ديالو هو أنه كتيلعب بنفسه، الجمال الفنية والقوة وذاك الإضافة
متوسطه، ولكن ما هو شايف الحجم ديال 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 بالهنده هادو اللي كانوا تيلعبوا معاه، ولكن كان عنده هو داك الجانب اللي كتيبغيو المغاربه، انه داك الاندفاع والحب ديال تحس بانه تيجري، ما كاين حتى مشكل، ولكن هذا الشيء بوحدو ما تينفعش في كره القدم، خصوصا اننا حنايا مقبلين على منافسات على اعلى مستوى، وانه الولد يعني بدا تياخذ منه السنين. يحيى جبران دخل واللي لاحظت نهار اللي لعب يحيى جبران تيدخل شويه حشمان. يحيى جبران كيف ما كان الحال بان بانه تيمشي في اليمين يمشي باش ياخذ الكره، ولكن حسيت به كان مهمش، ما غنقولش ما بغاوش يعطيه الكره، ولكن تيبان لك واحد الوقت ياخذ الكره وما تتعطاهاش. واش لهذ الدرجه غيكونوا لاعب ما بغاوش يلعبوا معاه؟ كيف ما كان الحال داز دار مقابله وراه لعب، ما غنقولوش واش تي جبران بعد ما دخل كيف تحركت الامور، حيت الشوط الاول تقريبا كان شبه ماشي هو اللي كان تائه، تيهينو تيمشي اللي من يطلب الكره يمكن ياخذها يمكن ما ياخذها شيء من عند اوناحي شي مره ولا جوج، الشيء الاخر ما كاينلوش الاثار. الشوط الثاني تدخل داري عاد ولاو تيحسوا بحال لا راه بين ملي كاين داري وكاين هو وكاين هذا عطيت الله بحال لا ولا تيلمس الكره اكثر من الشوط الشوط الاول. حنا ما غندخلوش في واحد العمليه ديال انه لا راه كاين نقابه كاين، لا تتحس بيه بانه ما كانش مؤثر، لانه حنايا يحيى عطيت الله اسف يحيى جبران عنده واحد شي حاجه اللي ماشي عند اللاعبين وهي اللي كتتميزو. شنو هي؟ انه يحيى تيمكن له ياخذ الكره وتيلعبوا عليه بزاف اللعابه ديال الوداد كلهم اللي عطي يحيى جبران ولا يخرجها. التخراج ديالو ديال الكره ماشي بحال اللي كان تيدير السعيدي. السعيدي تيعطيها لليمين يعطيها لليسر. تيعطيك السهله. كان عنده دور، ماشي ما غنقولش عاوتاني السعيدي لا، كان عنده دور. ولكن يحيى جبران تيمكن له يقبض واحد الكره ويعطيها في العمق. يربحك يعني الا كان الدفاع ديال واحد الفريق داير فيه وسط الميدان ديال واحد الفريق فيه اربعه اللعابه تيمكن له يربحك اربعه اللعابه، تيعطي داك الكره في العمق بحال اللعب ديال القاعه، لانه كان تيلعب داخل القاعه عندك التمريرات بحال اللي تيدير بوسكيتس، تيعطي واحد الكره ما تتشوفهاش تيشوفها غير هو اللاعب، وهذه هي الميزه ديال اللاعب ديال وسط الميدان. هادشي ما داروش البارح حيت ما كانش عنده الاليات، الاليات هي انه خصو ياخذ الكره الاولى والثانيه والثالثه، لانه هاد الشوفه اللي تهضر عليهم ما كاينينش في المباراه كامله، تيمكن تجيك واحد ثلاثه ولا اربعه في المباراه كامله، ماشي دائما فيما غتشد الكره غدير هادشي هذا. اذا هاد الجانب هو اللي بان فيه بانه لعب مقابله، راه دار مقابله، ما يمكنش غنقولوا بانه دار مقابله صافي دابا ضمن راسو غيمشي لكاس العالم، مالو هو دخل بحاله بحال داري. سايس اللي تقال بانه تصاب كان باين في الشوط الاول بانه لاعب بحال غير مهتم، يعني ماشي غير مهتم بقول بدون حماس، بحال كان تيتغلب على واحد شي الم عنده او شي حاجه، المهم ما كانش ذاك الحماس وذاك الرغبه، وهي العامل اللي كانت تيفتقدوها بزاف ديال اللاعبين ديال الفريق الوطني. اذا باختصار الشوط اول ما فيه والو فرصه، الكعبي انا تفاجئ بالكعبي انه واحد الوقت الا تتذكروا في الشوط الاول مشى جاب كره من عند الظهير الايمن عند اشرف حكيمي قريبا من نقطه الجزاء، مشى جاب الكره تماك، الله ودي واش انا نلعب مع ليفربول، راجع حتى تماك يعني بمعنى انه المدرب تيقول لهم رجعوا دافعوا، واش غندافع اودي خليه يمشي بوحدو، هذاك غير بوحدو غيتعطر وغيطيح وخلي الكره للعابه، يعني ماشي لهذ الدرجه انه تنشوف الكعبي هو ونصيري. الى شي واحد يذكرني شناهي هاد الكره اللي لعبوها بيناتهم، نصيري عطاها للكعبي والكعبي ردها لنصيري، يمكن ما تلقاش في المقابله ككل. ثانيا اعطيني هاد الكره في الشوط الاول اللي قبضها الكعبي وقبضها نصيري داخل منطقه الجزاء من غير داك الكواليتي تدقزوا عليهم بالراس، ما يمكنش يعني المهاجم الاوسط اللي ما قادرش يحصر الكره داخل منطقه الجزاء ماشي مهاجم اوسط، تهينا المهاجم الاوسط هو اللي يعطي الكره داخل منطقه الجزاء وحاطين به جوج ويشدها ويكوفر على البال ديالو، يا اما يجيب ضربه جزاء يا اما غادي يديفيها لواحد اخر. اما اللي غادي الكعبي ولا تيبغي الى ياخذ الكره خصو يرجع حتى يجي مور حارث عادي قبض الكره باش يرجعها لمن باش يرجعها لسايس ويعاود يطلع.
هاد اللخبطه في الكره هي اللي خلاتني نقول ديما ما فهمت والو، كنت نفهم شويه في تنقول هذا اش بغى يدير اش بغى يدير. دابا تيبان لي بانه الانسان لما تيعجز تيرفع الرايه البيضاء. انا صراحه بعيد ما نفكر تنقول فيصل اناحي حريت الشاعر شكون، تخلطت الامور وحتى حاجه ما بقت باينه. الكعبي تيدافع النصيري وكما قلت الكعبي ما لعبوش كره بيناتهم ما داروا. حتى الشوط الثاني عاد شويه بدات تتحرك الامور ديال اللاعب، تتحرك الا قلنا نتحرك بحال غنقولوا ما كما تنقول بصفه عامه يعني هادشي اللي عطى الله هادشي اللي شفنا قدامنا وحنا تنقولوا بانه حنا مقبلين على كاس العالم. كاس العالم خصو نقاش بوحدو، وانا النقاش ديال كاس العالم غادي ناخذو مناش غادي ناخذو من تصريح ديال المدرب. تصريح ديال المدرب شنو قال لنا؟ قالنا ما عرفتش علاش المغاربه مقلقين، وقيل علاش مقلقين ولا لا ما عرفتش شنو بغاو، ما عرفتش شنو بغاو، واش ما عرف يعني رحنا طحنا مع وحدين لعبوا نهاية ديال كأس العالم، وحدة حطوا الصف الثالث ووحدة أحسن فريق في شمال إفريقيا، بمعنى أنه ما طلبوا شيء أكثر لأنه هادونا أكثر منا. أنا غادي نجاوبه ببساطة، ما يمكنش المدرب يشعر حتى اللعابة ديالو على أنهم ما عندهم أمل وأنهم خصهم يمشيو غير ما ياخذوش أربعة ولا خمسة، لأنه حنا لاعبين مع فريق لعب نهاية كأس العالم ومع فريق حتى الصف الثالث، ودابا حنايا غادي نمشيو غير تماك نقتلو نديرو ما امكن باش نظهرو بمظهر. غنقول سي واحد، المغرب لما تأهل لكأس العالم في 86 هو عارف هادشي هذا، لان هادو الجيل ديال هو يمكن كان قبل من هادو شويه. طحنا مع انجلترا وطحنا مع بولونيا وطحنا مع البرتغال. غنقولو شكون هي انجلترا وشكون هي بولونيا وشكون هي البرتغال. هذيك البرتغال اللي ربحنا حنايا كانت لعبات نصف نهاية كأس أوروبا، أغلب اللاعبين ديالهم اللي كانت في فرنسا لعبوا نصف النهاية وخسروا مع فرنسا، وقيل حتى الشوطين الإضافيين وكانوا رابحين بجوج لواحد وخسروا 3-2 في الدقة 119. هذه البرتغال. الإنجليز هذيك الدورة اللي ديال 86 مشاو لربوع النهاية وخسروا مع مارادونا بداك الياد وداك الشيء هكاك، بمعنى انه فريق ماشي ديال غاري لينيكرز ويلكنز وغيره من اللعابه الكبار ديال انجلترا. بولونيا هذيك بولونيا اللي لعبنا معها هي اللي لعبت نصف نهاية كاس العالم ديال 82 وخسرات مع ايطاليا، وحتى الصف الثالث غلبوا فرنسا ب3-2. مني كنا غاديين ماشي قلنا راه حنا غادي نتاهلوا، ولكني مشينا كان عندنا واحد الفريق حاسين به تيلعب الكره وحافظينه وعارفين اللعابه، وحتى شي واحد ما قال لا غادي نمشيو يعني ماشي غنقول بانه كنا مأملين، ولكن عندنا الثقه تنقولوا ممكن يديروا مفاجاه. حدينا الدراري تيلعبوا، عندنا الكويري، عندنا فلان، عندنا الحداوي، عندنا التيمومي، عندنا بودربالا، عندنا كريمو، عندنا بياز، عندنا خليفه، وعندنا المريس، وعندنا زاكي. تتخيل هاد اللعابه واحد النهار يلعبوا مزيان، ايوا داكشي اللي وقع. ما يمكنش ان نجي اليوم وعندنا حكيمي، عندنا واحد تيلعب في باريس سان جيرمان، واحد تيلعب في الانجليز، وهكا ونجي نقول لا واش تنتظروا منا؟ لا، وانت اول واحد يعني الناس يكونوا في حرب الخصم عنده اسلحه قويه، ومع ذلك تقول لا حنا ثابتين، حنا غنديروا، حنا غنديروا. هادشي هو اللي خاص. يمكنش اليوم دابا انا شنو تقولنا صافي ما عندنا ما نديروش غنديروا؟ دابا غنمشيو نتمنى ونقول يا ربي ما نخسرش بخمسه بسته. لا لا، خاص يعني المدرب يكون هو اول واحد اللي يشعرنا بان ما نخافوش. دابا حنايا عندنا المباريات شفناهم ما مقتنعينش، ما مقتنعينش. هاي الشيء اللي تيتلعب ما كاينش شي واحد يقتنع به، ما يعني ما كاينش شي واحد يقول لا خصك راه حنا الكره المزيانه غادي نديروها حتى النهار نجيو نلعبوا مع بلجيكا. ما مقتنعينش، غادي نلعبوا حنا مخلوعين وغنتسناو شنو غيعطينا هذا. ولكن انت على الاقل قول اودي يعني بقى في ذاك الاتجاه ديال انه بقى بالتفاؤل، ما عدا الا دخلتي للصف ديال الجمهور وليتي حتى مقتنع شاي. يعني هذا هو اللي فهمت،
اما مبدئيا خصني نبقى نتشبت بانه حنا غادي نخدموا وغادي نشتغلوا وغنديروا 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 وغنديروا. اذا انا غير باش نقول لك اودي راه حنا في 86 لعبنا مع هذا الشيء هذا، راه لعبنا هذا الشيء اللي منصف الثالث لعب معاه ومنصف النهايه لعبنا مثل ديال المنتخبات كبيره، ولكني ما كنا شيء يعني ما مشينا شيء بفريق اللي حاسين به مهلهل، ماشي مهلهل، كان فريق تيفرج تيفرج يلعب الكره يعني كاين اللي يقول لي عاوتاني شدوا النبي، هذا فريق اللي ضعتنا فيه جوج ديال الكؤوس الافريقيه هاكا ضعتنا لانه ما كاينش الظروف الاليه. انا تنقول لك كانت الظروف الحاليه ديال 86 اقسم بالله هذاك الفريق عنده جوج ديال الكؤوس ديال افريقيا، هذه ديال 86 88 ما يحيدها له حتى شي واحد، ولكن دابا راه بقى يقول لك لا كيشتي ما كيشتي كما كي ما عندناش ما دينا شيء، ولكن لما مشينا لكاس العالم درنا مباراه مزيانه وخسرنا مع المانيا في الدقه 89 كيف ما كان هذا هذا التاريخ، المانيا لعبت النهايه مع الارجنتين. ايوا الا كان واحد عنده شي كره تعرفها يجي يشرح لنا مزيان، ما يقول ليش بانه هو يمكن حتى في التواصل يعني تياخذوا الضغط اللي كاين ديال الجمهور تيخلي انه ينفعل ويقول شي كلام. لا انت مدرب صبر الكلام، اي واحد في واحد الميدان تيكون من الشخصيات العامه خصو يكون قادر انه يستوعب ويسمع ويتقبل، بحال حتى حنا صحفيين لما تنتقدوا ما تنوضوا يسبوا ونقولوا تفهموا في كره القدم، لا ما عندك ما دير، واحد غيفهمك واحد ما يفهمكش، اي واحد غيفهمك خير منك واحد قل منك، خصك تمشي في هذا الاتجاه هذا. على كل حال ما غنمشيوش بعيد، نبقاو نذكروا دائما على اش غنمشيو نديروا حنا، يعني الصوره اللي عندنا هي شويه ضبابيه، وان كان تيبان لنا بانه عندنا بعض اللعابه ما عمرك شركتيهم ما عمرك لعبتيهم، غنطيحوا في اشكال اخر وهو شكون هما هاد اللعابه اللي غيمشيو لكاس العالم، وهنا فين غنولي عاوتاني في اشكال اخر، هذا لعب هذا ما لعبش شيء وعلاش يمشي هذا وعلاش يمشي هذا، هذا موضوع اخر مع ذلك وقعت شي حاجه اخرى خارج هذا الاطار اللي تنهضروا عليه. غنذكر بالارقام الهاتفيه اللي تواصل مع البرنامج، الارقام ديالنا هي 0520-666-066 0520-666-067 0520-666-068 0520-666-067 0520-666-068 هناك بزاف ديال الاخوان تيتصلوا تيكتبوا تيقولوا ودي بانه راه ديك التشكيله ديال البارح فيها ترضيه الخواطر وبزاف ديال الامور. على كل حال الى المدرب ما بقاش عنده القناعات ديالو حتى انه ولا تيخدم تحت الضغط ويدير الخاطر ندخل هذا نخرج هذا ندخل هذا، فالقضيه غتكون شويه صعيبه. كرواتيا البارح تصروا على فرنسا، هذا غير تيزيد يبين يعني مع من حنا غادي نلعبوا، ولكن حنا راه الكره غير عندنا فريق تيلعب الكره، راه حنا يعني الا كان على الكره في المغرب راه المغاربه عندهم واحد نوع من التحدي من التحدي، وكان عنده فريق لعب الكره مزيان يقول لك لا لا والله دابا تيبك تيقول ما دابا ماشي حتى راه ممكن يعني نواجهوا كرواتيا ولا ممكن نواجهوا بلجيكا ولا الكندا، تيقول لك انا ما عرفتش الفرقه اصلا اش غيدخلنا عاوتاني هذا السيد هذا، راه هذا هو الاشكال اللي كاين، شكون اللي غادي يلعب في هذا الشيء كامل؟ خصنا على الاقل واحد عشر يعني واحد الخمسه ديال المقابلات اللي يدخلوا فيهم اللعابه دائما 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 نولفوهم ونقول هذا الشيء اللي عطى الله. دابا بحكم انه كل نهار تندخلوا لعاب وكل نهار تيبان لنا واحد مزيان، ايوا في هذه المده كامله بانوا لنا واحد 15 لعاب مزيانه الا هي كاينه، ولكني مره يلعبوا ثلاثه مره يلعبوا جوج ما عمرو انه نجح انه يدخل ذاك اللعابه اللي حتى الجمهور تيرتاح لهم انهم تيلعبوا كره، لان الفلسفه ديالو مبنيه على شي حاجه اخرى من غير الجانب الابداعي في اللعب. طيب قدام بزاف ديال المكالمات، الله يجزيكم بخير الله يجزيكم بخير، راه كاين اجماع كاين الاجماع بس سهل لكم، المدرب ما كاينش مشى المدرب الا كان شي حاجه ما نضيفوا على هذا الشيء هذا، انا احنا 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 لخصنا يعني تنقول كاين الاجماع، نشوفوا شي يمكن يعني تصورات ديال 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 المستقبل. غير باختصار باش نخليو كاع الاخوان كلهم يدخلوا يشاركوا معنا في الحلقه ديال اليوم. طيب سي عبد الرحيم من فرنسا، سي عبد الرحيم مساء الخير.
عليكم سي سعيد بخير، لاباس عليك هاني. مرحبا بك، الله فيك خويا. شفنا الماتش البارح، ربحنا بحالك، احنا ما فهمناش الطريقه باش يلعب السي واحد. ربما هو كمدرب عنده واحد الخطه معينه اللي احنا باقي ما فهمناهاش، وياخذ ليها اللعابه اللي عادي ينزلوا ليه هو هذيك الخطه ديالو. حنا دابا الاشكال اللي كاين، حنا الناس اللي جابوا هذا المدرب كاين دي زوبجيكتيف، داروا مع دي زوبجيكتيف. حنا لحد الان كجمهور ما عارفينش لي زوبجيكتيف فعلا هذا السيد، واش انهم نجزهم ولا ما نجزهمش. الا نجزهم يكمل والله يزيدهم، ما نجزهمش راه خصهم يلقاو شي حلول. لان واحد انا اي مدرب تتجيبو تدير مع لي زوبجيكتيف تتخلي ليه هو يخدم، هو اللي عارف الطريقه باش غادي يلعب وعارف اللعابه اللي غادي يجيبو. ولكن هذاك الشيء اللي شفنا حنا البارح كجمهور تيبان بان المغرب عنده فرقه احسن من هذا الشيء، وعنده لعابه احسن من هذا الشيء. والصراحه راه يؤسف هذاك الشيء اللي شفنا حنا البارح. حنا ضربه الجزاء راه غير مشروعه. ابو كان الفار كل ما كاين شيء. ما كاينش، ما كايناش، راه من التعاودات راه باين ممسوج كاع نهائيا. وهي اللي فكتني شويه من وراء البيت. وكون ما كانش هذيك ضربه الجزاء فين غنوليو حنا مع ليبيريا ومع لحد الان باقي حنا الفريق ديالنا ما تمتحنش. الامتحان الوحيد اللي كاين في هاد السنتين وهو داك الماتش ديال الولايات المتحده. من غير هادشي راه حنا تنلعبوا في بلادنا مع دول ضعيفه وغاديين في الكلاسمون، تنطلعوا في الكلاسمون فيفا عير باطل وصافي. راه حنا ولا عندنا تخوف في كاس العالم، راه خايفين من الشوا باش نكونوا واضحين. ايوا الله يستر وصافي، اش بيقول الانسان الله يستر. لان هذاك الشيء اللي تنشوفوه مع السي واحد راه ماشي هو هذاك، وتنحترمه انا كمدرب احترمه، عنده قناعات ديالو، عنده الامور ديالو. ولكن الناس اللي تيسيروا الكره في المغرب واش هادشي اللي باغين ولا باغين شي حاجه اخرى؟ يلا شكرا سي عبد الرحيم، بارك الله فيك، شكرا على المداخله ديالك. مشي عند السي مصطفى. ممكن السي مصطفى مساء الخير. سي مصطفى مساء الخير سعيد. مرحبا. انا شخصيا تفرجت البارح في الماتش وتفرجت في التحليل ديالكم اللي كان مباشر بعد المباراه. سي سعيد ما بقى ما يتقال، لانك اصلا شرحتي الواقع ديال الكره المغربيه من خلال مباراه واحده، عطيتي كرونولوجي ديال الاحداث. كاين داكشي اللي يمكن حنا كجمهور اللي متتبعين تبعنا لا كرونولوجي ديال المنتخب، تنظن بانك شرحتي الواقع كامل، وداكشي اللي حنا يعني الصوت ديالنا البارح انا شخصيا حسيت به بانه وصل. كيفاش السي سعيد هذا السيد هذا راه تيمارس علينا جلسه التعذيب؟ كما قلتي ما غنناقشوش في هذا الشيء، شنو خصو يدار؟ شفت الناس اللي كتهضر على اساس اننا نجيبوا مدرب وطني ونجيبوا، راه نقدروا نجيبوا مدرب وطني غدا نفشلوا به ونقولوا كذا. هنا تنهضروا على الارضيه اللي خلات المنتخب الوطني المغربي وصل لهذه الحاله هذه، لانه هذه الحاله اللي وصلنا لها مع هذا الترينور هذا، جا السيد بغى هو يصوب لنا ايكيب. السرق جا عاد لي مازال كنتسنط له في حوار تيقول لك اودي هذا المنتخب هذا شاب، وحق راه جايبنا هذا الترينور باش يكون لنا منتخب شاب. فين هي الملامح اصلا السرق جا ديال المنتخب اصلا؟ حنا المره الوحيده كيف ما قلتي البارحه السي سعيد، تنأكد انه المره الوحيده اللي ما كنعرفوش تشكيلتنا لا حيدنا بونو وسايسو وحكيمي. المستوى ديال اللاعبين المحترفين، وهنا هذه المساله هذه اللي مهمه، المستوى ديال اللاعبين المحترفين. ملي تيكون عندك فراغ وما كيكونش عندك ناس اللي كتعرف تستقطبوا، هذه اكيد راه حنايا غادي نجيبوا غير يعني ديك الدوزيام سيري ديال اللاعبين ديال اوروبا، ولاحظ الى حيدنا زياش وحكيمي وواحد الفئه قليله، راه المستوى ديال الدوري الهنغاري غادي يلعب لينا في المنتخب. كانت البطوله عباد الله، والبطوله كتنتج اللي حنا كنصروا ومازال مصرين بغيناها تنتج، ماشي غنتسناو حنا عاد نعيطوا لذاك اللاعب المحلي باش بسميتو بسميت العاطفه ولا تلاحظ غير التعيطه ديال جبران مع داري، راه معيط لهم بحال الشكل ديال رويضه السكور. انا غندير لكم خطا، والبارح كيف ما قلت يا سي سعيد راه محيط سبعه ديال لي جوار، كي غيدير يبان هاد جبران ولا غيبان هاد داري ولا غيبانوا بزاف. وديما حنايا مازال الاداره التقنيه حتى هي الله يهديها مازال ما بغاتش تعيق، مازال ما وجدتو، راه ما يمكنش يكون عندنا لاعب غادي يجي يلعب في المنتخب ونهضروا على المحلي ولا فرقه بين المحلي وديال برا. المحلي راه محترف، اذا كان تيعرف انه محترف خاصو يكون عنده واحد لو بالماريس بحال دابا جبران. ها هو عاد جا، راه ما يمكن لك تجي انت ودير بلاصتك هكا ياك تجي ويعطيوك تنفذ البينالتي وتنفذ الكره وتنفذ لا هاد الحشومه هذه اللي كانت كتمص البارح واحد اللقطه الى لاحظتي سي سعيد عطيه الله كان شجاع البارح، على الاقل كان ديك القضيه ديال تمشي يضرب كفرو كفرو انت الكاري، على الاقل بان لي بانه تشبت فيها بدل ذاك التنقاط وبقاو تيتفاوضوا عليها بحال غادي يعطيو شي حاجه ديال بين ذاك التنقاط ديال فيصل فجر. فيصل فجر اعتقد هو واحد ومن مجاهليه، شتي لكن غادي نعيط لواحد من الحرس القديم نعيط العرب نعيط العربي، لكن قال لي هذه هو اش تيدير لي اش من اضافه. حتى فاش كنتي لاعب ما عمرك كنتي تيدير
كيف ما خليتي انت كنتي جور كتقاتل بالنفس وجيتي في واحد الفطره ديال واحد الجوره اللي كانوا على الاقل دي بيلي بالعطيه بوصوفا الى اخره. كانوا دي بيلي كان تيدي هذاك الدور اللي كان ما تيقدوش عليه هو تيديره هو تيديره هو وشنو مستغل هذه المساله هذه غادي يبقى الوضع ديال اللاعب المحلي ما تيبقى ديال اللاعب المحلي السي ساي اللاعب المحلي راه غيبقى الوضع ديالو هكا مادام كننظروا ليه بعين الشفقه وحصرناه في المنتخب المحلي اللي كتجيبوا لنا ديك لا كوب اللي حنا اصلا كمغاربه ما عندنا ما نديروا بها. وحاجه وحده راه السير قجع راه تنقولها وتنعاودها ادور بك الكويريه اللي قارين الناس ديال السير اللي غيقدوا يجيو على الاقل فاش يجي لونترينور لونترينور غادي يجي كيف ما قلت وتنعاودها غير الزانغراديون نتايا مادام ما عندناش هاد الارضيه سي سعيد والله العظيم الا غادي نعانيو مع اي مدرب وهو السيد هذا تنظن بانه الجامعه وحلات معاه من خلال التصريح الاخير ديال السير قجع وحلتي معاه لانه فاش تقسينا من كاس افريقيا شنو قال هو قال لك اودي خليني ندوز غير الماتش ديال سميتو ديال ديال كاس العالم اهلكم ونمشي بحال بغيت نمشيو بحالي لا مابقى السير باغي يمشي ايوا راك عارف واحد دي ولكن عقد الاهداف السي سعيد شوف عقد الاهداف راه ما عمر قالوا لنا حنا عقد الاهداف راه حنا اللي كنقولوا لنا عقد الاهداف حنا كجمهور شويه ديال الشفافيه شويه ديال الصراحه لانه هذا الشيء اللي باغي الجمهور الجمهور ما ضدش ماشي ضد واحد الجمهور هذه الساعه كاين الاجماع والله الا كنهضر معاك كنت راعي لكن اجماع السي سعيد من صحفي من كل شيء ما كاينش كره ما حاسش بفريق تيلعب الكره هادشي اللي كاين ما تنقولوش شي حاجه اللي هي ما كاينه شيء حنا تنقولوا واحد الواقع اللي تيامن به كل شيء انت عطيتي منتخب 86 اللي تيعقل عليه الوزن عقل علينا واحد شويه انا منتخب 98 كنت حافظه كنعرف شكون اللي غادي هادشي اللي كاين ديال اوري ميشيل كنعرف انا اوري ميشيل شنو غيدخل والمنتخب ديال 98 نهار نقدو نصوبو ديك المرحله ديال المنتخب 94 98 حتى هما ربما سي سعيد زقلوا جوج ثلاثه ديال لي كوب وما يهضر ليا حتى واحد على الامكانيات لانه الامكانيات اللي موفره السير قجع ما تعاودش تقول لنا نوجدوا المنتخب هذه الاسطوانه هذه راه سالت وبالنسبه نصيحه واحد السير قجع يحيد منه ديك القضيه ديال انا وحدي مضوي البلاد حنا كنقلبوا على جامعه باش نتسناو كنت تمشي وفي الاخر لقاو الفراغ ونغبروا واحد 20 عام 30 عام اخرى اصلا استمراريه هذا العمل ماشي انت بوحديتك اللي خدام السير قجع حنا بغينا الصاف يكونوا فيه دي جوره قاريين فيه مسيرين قاريين فيه كذا هاد العنتريات اللي كنمارسوا على الصعيد المحلي من الصبيه حبذا لو اننا كنا كنشوفوا وجوه على الصعيد الافريقي راه حتى واحد ما كاين في ساعه. شكرا سي مصطفى شكرا لك سي مصطفى شكرا لك سي دريس من المحمديه. سي دريس مساء الخير. سعيد بخير. مرحبا بارك الله فيك. لاباس عليك بخير. الله يبارك فيك. الماتش ديال البارح لينيسيان لينيسيان بيان سور والله الا شفت فيه انا شفت فيه لاعب واحد وهو حارس اللي كان كيبان ليا والهدف الثاني وشفت لافاسون طرح عند حكيمي عند حكيمي مشي يجيب الكره مع لاعب مع ليفربول والله العظيم انا بعدا انا ما زيت راسي كنت كنتفرج القهوه زيت راسي بان لي زوين ديال دروا في لاريير دروا واش هذا فريق نحيد سبعه ديال اللعابه انا شفت هذاك الشاعر قلت هذا هو بوصوفا الجديد اي انا بالنسبه لي انا قلت الاكثر من هذا ان هذا السيد خليه يبقى يدخل دائما دائما هذاك رسمي خصو علاش لانه كيدور هذاك كيدور كيمشي يجيب الكره كيخلق فرص كيخلق فرص تزيد مع حارث وتزيد مع لعبة اخرى اييه وناحي وحارث هاد الثلاثه ولاعبين مع فرقه على قد الحال وفي الميليو تينا غتجيب لي ريكيبيراتور ديال لافار في الميليو غتجيب ريكيبيراتور ديال لافار وهذوك راه غيخلقوا لك فرص انا والله العظيم وليت كنشك واش هاد الفريق كيتريني ولا ما كيدريش كيتريني مجموعه ولا كيعيط عليهم غير بالوطيف مع الماتش وكيجمع ملاعب ايوا على كل حال يلا شكرا سي دريس امشي سي محمد الدار البيضاء سي محمد مساء الخير شا سي محمد سي دريس من الدار البيضاء سي دريس مرحبا وي السلام عليكم خويا مرحبا مولاي الور باش غنبدا لك راه تبارك الله قلتي كل شيء دونك البارح تفرجت في الدار وحنا ماشي مدربين وتنفهموا في الكره الحمد لله هذا السيد هذا دابا عندنا حنا مشكل ماشي مع اللعابه عندنا مشكل مع المدرب مشكل ديالو مكس شي بحال قلتي شي واحد من العائله عمك ولا خالك ولا شي واحد مكس وكتحاول دير ليه خاطرو وتيفيتي مع النقاش ولا انا هذه خديت دابا مثال بسيط بحال مع العائله ولكن هذا راه ماشي العائله هذه 40 مليون وحنا راه كي قال واحد السيد قبل مني راه كنا قبل ما تدخل ليكيب كنعرفوها ديال 86 انا كبير شويه في السن كنعقل على 86 ما حافظهم بحال خوتي وعارف كيفاش غيلعبوا عارف الميليو عارف الكاسور عارف الخطه عارف التكتيك عارف المستوى فين عارف اللي موعد عارف اللي غيرون بلاصير دابا هاد السيد هذا تلفنا ما بقيت عارف لا واش الشاهد اللي غيدخل
واش حارث واش وزيدون نقاط كثيره بغيت نهضر عليها غير كنحاول ندير النظام دابا بحال دابا نهضروا على مثلا الحمد لله واش عباد الله هذاك حمد الله هذاك ما عيطش عليه الحمد لله راه ما عرفتش ديك البلاصه اللي كيلعب فيها راه قرابي بداو يعبدوه ما عرفتش يديروا ليه تمثال وما شنو الحمد لله زياش هذا علاش هذا السيد ما معيش لهم حيت هو معكس مفلس عنده الى دو كاركتر كي كيقولوا الناس صافي حيت هو عنده دو كاركتر حنا 40 مليون نبقاو نتفقسوا انا كنتفقس في داري خويا في دارو حتى هو كيتفقس يعيط لي يقول لي هذا المستوى واحد في كندا معيط لي البارح قال لك هذا المستوى دونك كي قلتي في الاول قلتي غنمشيو لاكوب دي مون يا ربي ما تشوهوش علاش اخويا حنا عندنا لعابه زوينين نجمعوا فريقه حنا دابا كنجمعوا بعضياتنا نلعبوا في البحر ولا في الدرب كنجمعوا دراري زوينين وكنلعبوا كره زوينه في المستوى زوين ديالنا على قد حالنا حنا عندنا فرقه زوينه وعندنا الدراري زوينين وعندنا واحد المستوى عالي علاش اخويا ما يجعيط ليناش لهادو دابا انا بغيت سورتو النقطه علاش حطيت عليها بانه معكس ومفلس هادي اللي بغيت تجاوبني عليها سي ما هو تيجاوب عليها من خلال التشكيل اللي تيدير كون غادي التشكيله في شكل هادشي هذا متفق معايا متفق معايا ولا لا سمح لي شمن ناحيه اللي علاش نتفق معاك هضرتي على بزاف شنو دابا انا هضرت لك على معكس ومفلس علاش شوف معكس مفلس ما شوف هذه اسمح لي اسمح لي انا ما طبيعتي ما تنستعملش بعض الاساليب اللي هي شويه قويصحه بحال هكا مفلس وهادشي ما عنديش تنهضر انا في الكره اللي تنقول بانه السيتي الوطن ديالنا هذه يا سي سعيد لا ما قلت ما قلتش انا تنقول لك انا ما تنستعملهاش استعملها انت ما كاين حتى مشكل غير انا تنقول بانه هاد السيد هذا تيدير اللي في راسو وانه عنده واحد الفلسفه ديال الكره ما تتمشاش مع الفلسفه ديال المغاربه باغيين الفريق اللي تيلعب الكره وباغي لاعبين اخرين عندهم ميزات اخرى ما عرفتش شنو هي انا شنو اللي كاين راسو قاصحه صاحبي والله ما كاين مشكل ما انا كنهضر معاك زعما بحسن النيه لا راه ما المغاربه المغاربه دابا سي ادريس راه ما لمتكش راه ما تلومش غير قلت لك اودي الواحد انا ما عمرني غنقول شي واحد راه مفلس واخا هي تتقال عاديه انا ما قلت لك راه ما تنقولها صافي هادشي اللي كاين انا ما تنقصدش بها كنسبوا ولا كنعايروا حاشا لله راه كوميم راه النتائج ديالو واخا كوك راه مزيانه راه ماشي غادي معاه الزر لا ما كاين كي قال السير قبل مني كون ما كانش بيلانتي راه وليت كنقول يا ربي نخرجوا تعادل واش دخلنا عليك بالله مع ليبيري نطلب الله نخرج تعادل او يعني راه ما في الديناش راه ما عندنا فرقه ما عندنا ايكيب وغادي لاكوب دي موند راه كون لعبوا البارح بداك المستوى مع كرواتيا ولا مع بلجيكا اقسم لك بالله غادي يطحنونا هذوك راه ما كيعرفوش هذوك كاسور ديال بصح واش عباد الله المهم راه الهضره راه يلاه سي ادريس يلاه كنهضروا في فوس لا ما كاينش كي سي ادريس شكرا لك شكرا لك بارك الله فيك سي ادريس السلام عليكم شكرا سي عبد الرزاق بني ملا سي عبد الرزاق مساء الخير سي عبد الرزاق ما كاينش واخا سي علاء الدين من الدار البيضاء سي علاء الدين مساء الخير سي سعيد مساء النور مولاي صباح طيبه على بالك هاد المدرب هذا راه المنسوب ديال الصبر غادي يتقاد هذا الشيء اللي كاين لان السيد احنا جميع المنتخبات اللي شفناهم على علاقات مع المنتخبات من بدايه الثمانينات كل مدرب عنده واحد المقابله مرجعيه اي منتخب دوزناه عنده مقابله مرجعيه الا هذا لحد الان بالاختيارات ديالو هو احنا ما خلينا دابا اختيار ديالو احنا ما كنفهموش الغول كيفاش الاختيارات ديالو ما خصش يدير حتى فريق مرجعي ولا مقابله مرجعيه ما عندوش هو بالاختيارات ديالو هو باللعاب اللي جاب هو اللي انكابابل باش يعطيك غير 11 لعاب الى هو داكشي اللي عجبني ما عندنا خوفين غاديين بهذا المنتخب راه ما غندير والو بحافظ على المستوى الكروي انا جاني البارح جاب لي الله بحال حنا ما بقاتش وحده اللي قالت لي ما جاش البارح قلنا اش بغيتو راه حنا كنا لاعبين عند ليبيريا استقبلنا هذا هو هذه اللي بقات لي اللي بقات لي احنا خارج الميدان انت صرنا خارج الميدان هذا لاعبين عند ليبيري خارج الميدان هذه اللي بقات لي والله يدوز لك ما خرجش سعيد السلام عليكم بارك الله فيك سي علاء الدين بارك الله فيك ما عنده الحق احنا تصرنا خارج الميدان ديالنا ما شنو باقي اكثر من شيء هذا سي محمد اكادير سي محمد مساء الخير السلام عليكم سي سعيد تحيه لك وعليكم السلام ورحمه الله واش نقول لك انا الراي ديالي توا مع الراي ديال جميع المتصلين بانه المنتخب في اسوأ الحالات ديالو والسبب هو هذا المدرب هذا ولكن هذا الواقع واش مفروض علينا ولا خصنا واش غتغير ولا مفروض علينا هو بحال شي حاجه دابا بحال اش نقول لك بحال شي حاجه مفروضه عليك يعني صغيره يعني انا كنشوف انا كنبدل الاذاعات المحطات كاع الاذاعه اللي كتبع المنتخب ما عمر شي واحد كيجبد للجامعه وشنو هو الدور ديالو بحال هذا الشيء بانه راه ما كاينش عنده الحل خصنا نقبلوا الواقع الامر الواقع
والعكس بانه خص المسؤولين يخرجوا. هذه هي في هذه المناسبه باش يخرجوا. عندنا واحد السيد سميتو بقروف هو ناطق رسمي باسم الجامعه، علاش ما يستضفوه؟ لا انا ما عرفتش حتى شي واحد ما كيهضر على الجامعه بحال الا هذا الشيء. راه حنا فقنا ولقينا واحد كاين الحل، خصنا نهضروا شكون اللي حط هذا واحد هنا. لا اسمح لي انا نهضر معك. لا واسي محمد وغن شوف غير الحاجه اللي واضحه، راه واضحه، اللي ما واضحه شيء نحاولوا نتفاهموا عليها. هذه الجامعه ما تعاقدش مع شي حد ما معروفش، تقاد هاد المدرب تعاقدت مع الجامعه، متفقين؟ متفق معك. حنا يمكن ما عارفين شيء، الاهداف المحدده بصوره واضحه ما عندناش هذا المعطى هذا. اللي غنقول لك واسمع ليا، اللي غنقول لك هو انه يستحيل يكون شي مخلوق على وجه الارض في المغرب غيقول لك لا الفريق ديالنا لاعب من ذاك الشيء الكبير مزيان. اذا متفقين لما يمكنش تقول لي بانه غيكون رئيس جامعه وناس الجامعه تيقول لا تيلعب مزيان وهذه الكره هذه احسن ما لعبنا ابدا. غير اللي غتقول اودي وايدن هذا الشيء كامل ما كاينش ما كاين كره، الفرقه ما كاينش المؤشرات، ما كاين والو، ايوا شنو اللي حاصرهم؟ غتكون شي حاجه حاصرهم اللي هما ما قدوش يقدموا عليها، يا اما عباره عن التزامات وبالنسبه له مادي ذاك الالتزامات او شي حاجه اخرى. هذا الشيء اللي كاين. خرجوا راه التواصل كيحل نص المشكل، 80% كيحل هذا التواصل. اي متفقين. دابا العكس، دابا حنا العكس، وقت ما كان شي انجاز ولا سميتو كيتلقوا هما الاولين، حنا اللي درنا وحنا اللي وجدنا لهم وحنا اللي وراه هذه الوقيته هي اللي خصو باش. ايوا هذه الوقيته غايقول لك المدرب تيقول لك انا حققت الانجاز اللي بغيتو، حنا ديتكم الكاس العالم. لا ولكن هو استر بانه الشعب المغربي دابا كيقول اشنو هو المصير ديال المنتخب، اشنو المصير ديال المدرب هذا. يخرج لنا شي مسؤول من الجامعه يقول لنا راه هذه العقده مع السياد المدرب هذا راه تال مراكز العالم. الساعات كل شيء المتتبعين ديال المنتخب الوطني غيكونوا باطمئنان. لا راه معروفه، لا معروفه راه حتى لا معروفه بانه الى تاهل لكاس العالم غيبقى غيديك لكاس العالم. على كاين شي عقده انه واحد اهلك لكاس العالم وغتقول له سير بحالاتك. لا خصهم يخرجوا. دابا كاين لغط، كاين لغط ويمكن وعلى كل حال خصهم يخرجوا ويفسروا للمواطنين، يقول لهم راه هذا المدرب هذا راه هو اللي غادي يبقى معنا حتى مور كاس العالم، وراه ما فيها حتى شي حاجه. ابسط ما يكون راه ماشي شي حاجه خيالي غادي يديرها ولا سميتو. راه غادي يخرج للناطق الرسمي باسم الجامعه يقولها في اي منبر بغاه هو، يقول بانه راه العقده اللي درنا مع هذا الناخب هذا راه باقي مستمره. وصافي، وديك الساعه غادي يخرج، وديك الساعه حتى يبقى الله ترتاح. دابا كاين الشك واش غيبقى واش ما غاديش يبقى، وعلاش حنا هاد الشك وهاد الستريس كاع اللي طلع عليه عباد الله، عباد الله طلع عليه بزاف. انا ما فهمتش. بالنسبه لك السي سعيد، الله يجزيك بخير، واش مثلا الصحفي ما يمكنش لا دير واحد الندوه وتستدعى فيها الناطق الرسمي باسم الجامعه ويقول لها وتسولو؟ حيت هي دابا من عند الصحافه من يسولو المدرب. انا ما فهمت، انا الصحافه اللي الصحافه حره، كل واحد يشتغل كيف ما بغى، ما كاين حتى شي حد اللي غيمنعه بغى يعيط للجامعه. تستضف الناطق الرسمي الا كاع كان سلق جاه، الله يعاونه. راه قلت لك انا راه ناجح السيد ناجح، ولاني ماشي في 100% في هذا الشق ديال المنتخب الوطني. راه خاصو يخدم مع شي ناس اخرين، بانه هذه السياسه اللي اتخذها للمنتخب الوطني راه فاشله. بالعكس الافراقي الحمد لله، والفئات الصغرى كاين الحمد لله كاين تطور وكل شيء، ولكن المنتخب خصو يعترف بانه راه فشل في المنتخب وخصو يخدم مع شي ناس اخرين، شي اداره تقنيه جديده. الحمد لله دابا المدربين تبارك الله 22 مدرب خدا الدبلوم ديالو مؤخرا. نجيبهم اداره تقنيه. انا ما كرهتش، كاين واحد الندوه غدا غادي يديرها فتحي جمال، ما كرهتش يقول لنا شي خبر مزيان ولا يلمح لنا شي تلميحات، ما كرهتش. يلا شكرا سي محمد. شكرا. يلا شكرا سي محمد، شكرا. على كل حال نذكر الاخوان طلبوا لي الرقم ديال الواتساب، الرقم ديال الواتساب هو 06 60 62 32 48، اعيد 06 60 62 32 48. ونذكر مرة أخرى بالأرقام الهاتفية للتواصل مع البرنامج 05 20 666 066 05 20 666 067 05 20 666 068. أعد 05 20 666 065 20 666 067 05 20 666 068. طيب نمشي لعند السي خالد من فاس. السي خالد مساء الخير. السلام عليكم اسيدي سعيد. مرحبا سي خالد. كيف دايرين معنا سيدي بخير؟ الله يبارك فيك بارك الله فيك. ايوا السي خالد اللي تقالوا شفنا البرنامج البارح اللي درتي مور الماتش وشفنا كل شيء،
والهضره ديالك على الصواب وكل شيء على الصواب. البارحه السي سعيد كنت نتفرج في ثلاثه الماتشات في دقه واحده. تفرجت في الماتش ديال الدنمارك مع لوتريش والماتش فرنسا مع كرواتيا والماتش ديالنا ضد المغرب على ثلاثه الاذاعات. اسرع السي سعيد غادي نقول لك انا تعتبر احسن فرقه في اوروبا هي الدنمارك بحالها كرواتيا في بلادها. كرواتيا شنو دايرين؟ مزيج ما بين العيبيه القدام والعيبيه الجداد. جابوا العيبيه الجداد وخلاو الركائز القديمه. معلوم 36 عام ومازال تيلعب. هو كل ما كان شيء مزيان كاع ما يمددوا له في, في, في الريال. في الريال يا نعم اسيدي. وشفت المستوى ديال المغرب السي سعيد كنت نتفرج لها بي ان واحد ديال فرنسا. ما واش غادي نقول لك ذاك الخطاب ديال اللي تيديروا التعليق بالفرنسي والله الا لا بيديهم صدموا في المستوى ديال المغرب. قال لك ما المستوى ضعيف المغرب هما بيديهم عارفين شنو الشعب ديال ما باغيش المدرب. هذوك الخطاب الفرنسيين المستوى السي سعيد اللي قلت انت التشكيله وقنعيه ونعطيوها ما ينعرفوش شنو غادي يدخل السيد. وهذاك فيصل فجر دابا واش يوجدوا اللي قلت انت لكاس العالم ما عرف والله لا حلو. والله السي سعيد كان عندنا شي منبر باش ندويو الشعب كله تنتفرجوا قيلوا تفرجوا فهاد المغرب المنابر المغرب كلشي طالب الراحه للمدرب كنعرفوا شي منبر باش ندويو مع رئيس الجامعه نقولوا له نطلبوه وقولوا له الله يرحم الوالدين. لا 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 تظن بان رئيس الجامعه ما سمعش هادشي هذا ما عرفش هادشي هذا. عارفين لا وجهه في عالم اخر. اي راه حتى هو بحاله بحال الناس راه عارف هادشي هذا وما لا اعتقد بانه غيكون عاجبو الحال بانه هاد الكره لعبه وبانه بانه انا تنقول لك الحاجه اللي غتوقفك غتكون شي حاجه اللي هي يعني شدك ما مخلكش دير هاد الاجراء اللي بغى المواطن هادشي اللي بان ليا. نشوف هاد الطريقه هادي لكاس العالم الحشومه. ايوا الله يستر وصافي. نجيبو انا تنقول نجيبو مدرب ديالنا غير يعطينا واحد الخطه وغادي تكون واحد الافكار واحد اخرى غير نشرفوا الكره المغربيه واخا ما ندوزو شي لهاد الدور الثاني. يلا سي خالد شكرا لك مشينا عند ناخذ فاصل ناخذ سي حسن من فرنسا ومن بعد نشوف الفاصل. سي حسن مساء الخير. وي السلام عليكم. عليكم السلام سي حسن. معك حسن من باريس تحياتي. مرحبا. حدود مرحبا. اشحال هذه متصلت بك ولكن مرحبا سي مرحبا سي حسن. حتى اتصلت بك اليوم ربما ما بغيت نهضر على المقابله بغيت نهضر شويه على المدرب لان المدرب ديالنا من المحظوظين المدربين اللي جاوا عندنا. علاش؟ لانه تقريبا الكاس افريقيا الاخر اللي كانت يعني الاقصائيات ديالو كانت واحد المجموعه سهله. أيه؟ وجميع المقابلات تلعبوا داخل البلاد وحتى اقصائيات كاس العالم في الدور الاول كانت كل شيء تلعب في المغرب كل شيء ما كانش شي حاجه. اييه عطاو وكان كيجيب انتصارات والتعادل عطاو واحد عطاني عطاو واحد الشحنه بانه راه مدرب كفء وانا احترمه واحترم رايه. لكن المقابله ديال البارح مع ليبيريا لانها في الرتبه 149 والمغرب في رتبه مشرفه ونشوف داك عندك اللعب احنا فرنسا يعني لا هو شوف انا نمشي ابعد من هذا الشيء. هذا اي فريق مغربي يربح ليبيريا اي فريق وتفرج في مقابله موريتانيا ضد الكابون ارغمت الكابون في بلدها بالتعادل. واضيف الى ذلك كيفاش غادي نمشيو نلعبوا مع هاد العمالقه اللي في اوروبا يعني 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 تخوف كبير تخوف كثير. ما فهمناش اشنو واقع في المنتخب واش العياء ديال اللاعب الاوروبي هنا في يعني في يعني في اللحظه ديال التورنوا ديالهم ما تفهمناش. وتنقول لي انا يعني راك يعني مدرب محظوظ تيلا شونس ونقول لي حتى بالايطاليه هاي فورتوناتو عندنا فورتونا يعني كل المقابلات تلعبوا في البلاد وتاهل كاس افريقيا وتاهل المونديال وحتى الماتش الفاصل اللي جابوا مع الجزائر كان الحظ رحيم به لانه لو كنت عطيتهم مالي ولا تونس ولا مصر ولا الفرق كان غادي يمشي ما غاديش يمشي. تكون الامور صعيبه. تكون الامور صعيبه ونتمناو خير لان حبنا الوطن. هذا الشيء اللي كاين سيدي حسن. سيدي تحياتي لك. شكرا لك سي حسن بارك الله فيك بارك الله في سي حسن. غندير واحد الفاصل بعد نرجع للمستمعين. اجدد الترحاب بكافه المستمعين الكرام. انتم دائما مع برنامج نقاش في الرياضه على اثير غادي بليس وفي التواصل مع المستمعين الكرام. نمشي لاكادير مشينا عند الاخت فاطمه. فاطمه مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا لله. الله يسعد الذوق. مرحبا لله. والله يطول في عمرك. بارك الله فيك. مهتمين بك كمعلق منذ الصغر من 86. الله يطول عمرك لله. بارك الله فيك. 86 تبارك الله. مرحبا. الحمد لله وجات اللحظه انني غادي يكون عندي الزهره ان نتصل. مرحبا لا مرحبا. حبنا للمغرب للرايه المغربيه كيخلينا حبنا الكره كره القدم وخا انا من النسوه.
لكن مثلا هما انا غادي نقول لكم بان احنا كنا مغاربه وغيرتنا على الفريق الوطني، راه طبيعه الحال الانسان كي غادي يهضر وغادي يزعف وغيتعصب، لان الغير على الوطن كتخلينا الناس اللي ما عجبهمش الحال. احنا اللي قدامنا حاليا هو اننا خصنا نشرفوا بلادنا، هذا هو دابا الهدف. اش كاين اش داز كيعطينا دروس وعبر. المشكل اللي عندنا في الفريق الوطني واللي كنشوفو انا في النظر ديالي ماشي الفلوس، المشكل ديالنا هو الحاله النفسيه. الحاله النفسيه ما كاينش شي ايكيب في العالم ما عندهاش واحد طبيب نفساني وما عندهاش واحد انا جون ديكوت. انا جون ديكوت يعني حنا عندنا واحد المشكل، حنا دائما كنقول الفلوس كلشي غيقاد كلشي غيقاد، لا ماشي الفلوس هما اللي كيقادوا كلشي، الخطر ثم الفلوس. حنا دوك الفريق الوطني خصو واحد العلاقه اللي غيتخليه يكون منسجم، يكون كيخدم عيو ماشي عيو بدنيا، عيو نفسيا. هذوك اللاعبين عيو نفسيا، راه الحاله النفسيه اللي حنا كنهملوها في اي فريق، يكون رياضي يكون صناعي يكون تجاري يكون بيداغوجيك يكون اي حاجه، راه المشكل ديالو هو الحاله النفسيه. هذا الفريق ديالنا حنا ما غاديش نبقاو دائما في واحد التشكيله، التشكيله كتمشي مع الظروف، مع المدرب ما عايش الظروف ديال المغرب والشعب المغربي والفريق اللي هو. حنا جبنا واحد الفريق كل عنصر في قنص، راه كيلعب دور مهم جدا باش تندمجوا وتخلوا خليه، خلي كل 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 واحد تجيبوا في واحد الوسط مغاير، واحد المحيط مقارنه مع المغرب ديالو مع حتى اللاعبين الاخرين، كيتغير كيتغير بسيكولوجيك اجتماعيا اقتصاديا تربويا حتى في المعيشه الحياه. راه صعيب الا ما كانش هذا المدرب وحده واحد الفريق تقني بيداغوجي نفسي ديداكتيكي كلشي، هذا الشيء خصو يكون في ذاك الفريق. راه ما نقدروش هذوك العناصر اللي هي عناصر شابه اللي صغار وكنعرفوهم صغار، يعني راه كاين واحد الحاله النفسيه خاصه بهم كذلك، ماشي شي وحدين كبار في العمر 30 40 اللي غيكون يفهم شحال من حاجه. احنا كنربيو وفي نفس الوقت راه كيلعبوا كيمثلوا الفريق الوطني المغربي. سي سعيد راه حنايا ما جاناش، شوف الاستاذ شوف المرحوم فريا، علاش علاش عندهم مع دوك الناس؟ راه العقليه ديال دابا ما بقاش العقليه ديال 40 سنه هذه او 30 سنه هذه. احنا كنكونوا فريق يمشي مع مع الامكانيات، يمشي مع الوضعيه العالميه، يمشي مع الوضعيه المحليه الجهويه الوطنيه، يعني هذا الشيء كل شيء. علاش ما تكونش عندنا واحد الثقه في المدرب الوطني؟ علاش علاش ما تكونش عندنا الثقه؟ علاش حنا كنقولوا حنا ما بغيناش نبانوا، جبنا هذاك هذاك المدرب غالي وهذاك المدرب مشى عنده الزهر مع الدول الاخرى، عنده الزهر مع اليابان، حتى اليابان اللي خرج في اليابان كان كيبكي وخرج مار. ولكن حنا اللي كنشوفوه اننا ما خصناش نشوفوا المسائل الماديه فقط، نشوفوا المسائل ندرسوا جميع جوانب الحياه ديال اي عنصر من العناصر اللي كيمثلوا لنا الفريق الوطني كما بغى يكون، من اللي كيجمع الكره اللي كنقولوا حنايا، حتى اللي حتى الحارس، حتى المدرب، حتى الكل شيء، حتى رئيس الجامعه. رئيس الجامعه كيدير له، ولكن رئيس الجامعه خصو يعرف الشعب المغربي راه الا طلع له. شوف غير البارح حشمت انا من 30 ألف متفرج، والوداد عمر الدنيا تبارك الله، ماشي حشومه يا فاطمه. تظهري بانه يعني طرقتي لواحد الموضوع اللي مهم تيتعلق بالجانب النفسي، وانا متفق معك، لانه خصوصا انه ما تيجوك لاعبين من مختلف يعني التكوين ديالهم، واحد كبر في المانيا، واحد في هولندا، واحد بلجيكا، واحد فرنسا، واحد زاد في المغرب، هذه كلها امور تؤثر. وشكرا لك على المداخله ديالك. شكرا لك لاله فاطمه، بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا لك، شكرا لك. مشي عند سي سعيد من الدار البيضاء. سي سعيد مساء الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام سي سعيد. كي داير سي سعيد؟ بارك الله فيك سي، بارك الله فيك، الحمد لله. تحياتي وشرف كبير لنا. مرحبا سي سعيد. بعجاله باش ما ناخذش بزاف الوقت، بغيت نمشي لواحد جوج ديال النقاط الله يجازيك بخير. النقطة الأولى بالنسبة لهذا المستوى الباهت ديال المنتخب الوطني مؤخرا وفي اللقاءات ديالو الأخيرة، يعني أنا تنشوف ربما تقدر تشاطرني أو الإخوة كذلك شاطرني الرأي، لأن أسوأ نتيجة طبعا كانت هي الهزام أمام الولايات المتحدة الأمريكية، ماشي لأن النتيجة كانت هي الخسارة، لا، لأن راه منتخبات كبيرة وكينهزموا، البرازيل هزمت مع ألمانيا في كأس العالم، متفقين، لكن علاش؟ لأن نتيجة سيئة أو
ويعني خدات من الكبرياء ديال المنتخب الوطني، لان الولايات المتحده كما كنعرفوا كره القدم ما كتجيش كرياضه اولى او شعبيه ابدا، بعيده على بس يعني الولايات المتحده لا تولي ديك الاهميه اللي كنوليوها مثلا حنا الكره او الدول اللي كنعرفوها يعني اوروبا وهذا، يعني هما ربما عندهم رياضات اخرى كالباسكت او كره القدم الامريكيه والبيسبول الى غيرها، يعني كره القدم تجي من مورا بالرياضه ويهزمنا منتخب اللي حنا بالنسبه لنا كره القدم راهي الرياضه الشعبيه الاولى. هذه يعني مساله تحوز في النفس، ويجي المدرب كما قال من بعد ان انا بالنسبه لي راه ما كانش المقابله سيئه، فهاد من هنا غنطلق باش نعطي النقطه الثانيه اللي نتمنى منك السي سعيد بالخبرة ديالك وتجربتك انك تناقشها ربما حتى مع المتدخلين اللي غيتدخلوا من بعد مني وهذا. حنا بالنسبة لنا كمغاربة بغينا غير نعرفوا نحددوا وحدة من جوج، واش بالنسبة لنا النتيجة ديال المباراة ترتبط عندنا بالعرض التقني ديال المنتخب والمردود ديالو على أرضية الميدان، ولا نتكلموا فقط على النتيجه كيفما كان العرض؟ فاذا كانت النتيجه ايجابيه ما نناقشوش، نقولوا حنا الهدف ديالنا هو النتيجه، ما نبقاوش نهضروا على المردوديه ولا العرض التقني ولا كيفاش لعب المنتخب او اسلوبه، والا فاحنا خاصنا نهضروا على المردوديه وعلى الاسلوب وعلى التقنيه ولو تكون نتيجه ايجابيه، لانها مثلا ما كانتش مقنعه. لان انا كنظن يعني انا مع الراي الثاني ديال المردوديه والاسلوب، لان في الفلسفه ديال المغاربه في الكره تكمل لهذا الجانب ديال العرض والاسلوب، كنبغيو يعني الفراجه حنا كمغاربه. فاذا كنا غادي نتكلموا كما تكلم مثلا المدرب وقال لك بان المقابله ما كانتش سيئه، بغينا نفهموا هذه المساله. إذا ما كانتش المقابلة سيئة المنتخب ما كانش عنده مردود تقني وما كانش النتيجة، لأن إذا ما كانش المنتخب ديالنا عنده شخصية وأسلوب على الملعب على أرضية الملعب وعنده يعني واحد الخطة كيدخل بها واحد الأسلوب تقني كيلعب به، ما غنقدروش نواجهوا فرق اللي هي منظمة وعندها حتى هي أسلوب تقني بحال الولايات المتحدة. ملي لعبنا معاها لقينا فرقة منظمة عندها لاعبين كما تنقولوا حريفية كويرية، فاحنا وقفونا ما قدرنا نديروا والو ونهزمنا. واخا سي سعيد الا سمحتي لي المداخله ديالك واضحه، انا غادي مادام انه بغيتي نعطيك ماشي نعطيك راي ولكني غير ندفع يعني نناقش معاك في هذا المواضيع. شوف الكره في المغرب من ابسط ما يكون الواحد يعرف شنو هو التوجه ديال المواطن المغربي، الجمهور المغربي تيبغي يلعب الكره، اول شيء هو يلعب الكره، لعبوا الحسوب الفنيه ديال الكره. الله يرضى في المسار ديالنا المهني ماشي اول مره غادي نلعبوا واحد المقابله ونخسروها في الدار البيضاء ولا نتعادلوا، ولكن الفرق ما بين خسران وخسران وبين تعادل وتعادل هو لما تيكون الاداء. مرارا لعبنا في الدار البيضاء وتعادلنا ودرنا مقابلات كبيره ولا عمر الجمهور حتجلى على المدرب وعلى اللعب، حيت كره القدم هي هذه، المهم تتلعب الكره تحس بانك لعبتي الكره، هذه ضربات في العارضه، هذه ضاعت، هذه ضربك الحكم، هذاك اللي صعيب هو انه يكون المستوى ديالك ضعيف وتربح المقابله وتقول لهم كيف ما كان الحال درنا مقابله مزيانه، الناس تثور تقول لا ما يمكنش ما لعبناش مزيان. بحال المقابله الاخيره مع ليبيريا، ليبيريا كان ضعيف ولكن انتصر لان ليبيريا ما كانش فريق قوي تقنيا، ما عندوش يعني واحد التنظيم على في الميدان مثلا كيف ما المنتخب الامريكي نقدر انه يا سي سعيد شكرا لك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، مشي لاكادير، بارك الله فيك، مشي لاكادير عند سي خالد. سي خالد السلام عليكم سي سعيد. مرحبا سي خالد. الله يجزيك بخير سي سعيد، ملي كنذكر دائما المنتخب كيرجع بيا الحنين للفتره ديال فاريا. فاريا فاش خدا الفريق في البدايه ديالته خدات نفس اللاعب تقريبا نفس التشكيله اللي كانت عند فالنتي والعماري، خداو المدرب في ظهر انتوسي متوسط 83 اي وتزامنت مع الفتره ديال في 84 فاش الجيش الملكي خدا 85 85 خدا كاس افريقيا البطوله ديال افريقيا، خدا من هذوك العناصر، خدا بعد المدافعين اللي كانوا مع قنيطره اللي كانوا مع المرحوم وشعيب الغني بحال خليفه بحال بوحياوي وخدا واحد التجربه مزيانه في مصر، ولو اننا خسرنا بواحد الهدف اللي هو مشكوك في التكستيل اللي سجلوا وخلينا واحد الصدى طيب في 86 اول فريق عربي وافريقي كيلعب الدور الثاني 88 او الثاني راه عرفتي ذاك المشكل ديال التحكيم في افريقيا تنبض هنا في المغرب نصف النهائي، ولكن لو خاطك بشي اخطاء في الماتش ديال تونس الاقصائيه ديال سيول الى تذكرتي
انت 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 براسك سي سعيد طرقت لي على مريضي قلتي خروج خاطئ ديال الامر الله ومهم لائحه طويله وخرج ولكن خلي خلى الاثر ديالو انا وحيد خدا من نهار خدا خدا المنتخب اشنو شنو في شي مقابله مرجعيه حققها ما كاين والو ما كاين والو ما كاين حتى شي حاجه دائما مشاكل مع اللاعبين في الفتره ديال الفريق كنجاني حتى الجانب الانساني تخيل بان حتى حتى بدو الزكي فاش وقع لي داك المشكل العائلي دخل ليه المالك هو اللي سمى ليه بنته وكان يعني كان جانب انساني وما كانوش مشاكل ديال اللاعبين هنا هنا دائما مشاكل اللاعبين كاين كيجري عليهم واحد بواحد واحد بواحد واحد النهار ما تلقى حتى شي لاعب على كل حال شكرا لك سي خالد كنت معايا من اكادير غير باش نجي واحد القضيه اخرى راه المدرب اللي بغى تكون عنده شخصيه قويه ويكون تيامن بالعمل اللي تيقوم به وتيق في راسو لما يكون عنده واحد الربعه ديال السميات في واحد البوست في واحد المكان ما يبقاش عيط لهم بربعه غادي يامن بانه هاد الجوج هما اللي صالحين وغيفرض بانه هذا هو رقم واحد وما رقم جوج وغيتحمل فيها المسؤوليه الا غيبقى يجيبو مربعه لانه سمع الصحافه قالت بانه واحد اللاعب تيلعب في بلجيكا نعيطوا له واحد اللاعب كاين في سويسرا نعيطوا له واحد اللاعب كاين خايف خفنا يمشي يدير الجنسيه وغنبقاو راه هادشي هو اللي وصلنا لهادشي هذا احنا دابا احنا في 50 لعاب ولا 60 لعاب وباش دير 11 لعاب والله لا درتيهم علاش لانه احنا كل ساعه واحد اللاعب في هولندا سيروا عيطوا له يمشي ياخذ الجنسيه وغتحسب علينا عيطوا له لما غادي يجي خصو يلعب لا, لا مره لعبوا مره ما لعبوش لا كاين واحد في بلجيكا عيطوا له حتى هو كاين واحد في سويسرا حتى هو عيطوا له واحد في فرنسا واحد بان راه حنا عندنا غير 11 لعاب بغينا غير 11 لعاب والاحتياطي بغينا شي 50 واحد حنا في المسمى واحد عيطوا له الزلزولي عيطوا الزلزولي خرج واحد سميتو يعقوب عيطوا له حتى هو مايمكنش بهذا الشكل هكا غنبقاو خدامين هنايا اما المدرب عنده 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 شخصيه وتيقول ودي انا عندي هاد اللعبه صالحين دابا اش بقى نعيط لواحد اخر عاوتاني نعيط له باش نجلس هذا اللي عندي جلس اذا هذا هو اللي خلانا دابا حنا حنا في 15 لعاب في الخط الامامي ما عارفين حتى ثلاثه صحاح الله خلينا غير ثلاثه نولف يولفوا الجمهور واحد ثلاثه ديال اللعابه وشي الاخر لا مشي مع شي في دوله اخرى الله يعاون ما عندي ما ندير ما غنلعب شي 50 لعابه غنبقى ندير لهم النوبه بيناتهم دابا انا غنجيو الكاس شوف خذوا مني هذه الكلمه هذه الضجه اللي غتوقع في كأس العالم على اللعابة اللي غيتختاروا ما بعد هذا الضجة علاش فلان وعلاش فلان وعلاش فلان كل واحد حنا كل واحد واحد لعب ربع ساعة هنايا واحد نص ساعة هنايا واحد كان مزيان هنا واحد كان مزيان هنايا فين ما يكونش شي واحد وهذا عاد كان مزيان نهار لعبنا مع بوركينا فاسو وهذا ما عيطولوش هو اللي كان ماركرنا ملي كنا لاعبين مع الكونغو وغتبقى في هكا هادشي راه ما غيسالي شيء علاش لأنه حنا فين ما نسمع شي واحد عيطولو إوا وعيطولو سواء يعني يستحق ولا لا يستحق نشوف الى باقي معنا السي طارق من طنجة سي طارق مساء الخير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا السي سعيد الله يبارك فيك مولاي الشرف لينا السي سعيد الله يحفظك الشرف لي يا مولاي مرحبا اخويا سعيد انا غادي نقول واحد الراي مخالف للكلام اللي قالوا الاخوان مرحبا الراي ديالك يحترم ما كاين حتى مشكل انا كيبان ليا ماشي هذا هو الوقت المناسب اللي غادي يعني يمشي واحد ماشي حبا في واحد راه الاخوان قالوا كل شيء والصحافه قال كل شيء لواحد ولكن انا سمعت انهم زعما كاين شي اشاعات يقولوا بان شي مدرب وطني يقدر يجي انا كيبان لي الوقت ما غاديش يساعد لهذا المدرب الوطني الوقت قصير وغادي يتلوحوا في المونديال وغادي يتحرقوا غالبا غادي يجيب واحد ثلاثه ديال الهزائم ومن بعد ذاك الشيء غادي نحكموا على المدرب الوطني وكاين واحد كاين بعض الناس اللي كيحاربوا المدرب الوطني غيقولوا بان هادشي اللي طلبتوا به ها المدرب الوطني ها هو جاب ثلاث الهزائم وسير ما عمرك ما تشوف مدرب وطني في المنتخب يعني انا كيبان لي هذا الوقت هذا اللي عطى الله عطاه يكمل واحد وراه عنده الزهر يعني كتشوف الترتيب ديال المنتخب كي كان ودابا راه اليوم يمكن نوصل للمرتبه 21 سهل كاس العالم سهل كاس افريقيا يعني النتائج غاديه معاه نتمنى ان شاء الله هذا الزهر هذا اللي عنده يكمل يفاجئنا في زهر كاس العالم كاس العالم ان شاء الله احنا رايحين ونقطه اخرى الامل الوحيد اللي نقدر نراهنوا عليه اللاعب المغربي عموما فاش كيكون منفوخ شي شويه ولا مدحناه شي شويه كيمشي ما كيدير والو لا في الفرقي لا في المنتخب فاش كيمشي خايف ما تيقينش فيه فكيكون والعكس فكيكون هو غادي هو خايف من المواجهه وخايف من المنتخبات كيعطي ديك 100% اللي عنده ونتمنى ايوا نطلبوا على الخير نطلبوا على
شكرا لك، بارك الله فيك الطريق، بارك الله فيك. مشي للسي محمد اكادير. سي محمد مساء الخير. مساء الخير سي سعيد. مرحبا سي محمد. المستمع الكريم، انا سي سعيد بنتكلم على النفسيه الكوتي بسيكولوجيك ديال اللعابه اللي يعني شفتهم انا في المقابله ديال امريكا وديال المقابله الاخيره. يعني كعليهم واحد الضغط نفسي علي صعيب، لانهم اللي كيسمعوا بان كل شيء كيتحدث على المدرب، اذا هما ما اداوش المهام ديالهم كما يجب. هنا حنا مقبلين على كاس العالم، كيخص سي سعيد النفسيه ديال اللاعب بالخصوص هاجس كبير على باش يحضروا. كل شيء كيخاف دابا في المقابله الاخيره، كان احتراز منهم كالعياء اللي دوزوا واحد العداد ديال المقابلات، ثم السفر ديالهم لامريكا والعوده 9 سوايع واللي بريباراسيون. كاين اللعابه اللي ما عمرهم مشوا امريكا، ولكن كانت فكره ذكيه جدا باش اللعابه يحفظوا الكندا، لانه هذه كانت فكره مهمه وجات الوقت ديالها بالرغم من الهزيمه، لانه وجا شفنا اللعابه ديال امريكا راه وصلوا لواحد المستوى كبير جدا، خرجوا من البيسبول وخرجوا دخلوا يعني تكويره، كتعرف اللعابه كلهم كيلعبوا في اعلى مستوى. لا بالنسبه للنفسيه، لانه اللاعب السي سعيد عنده احساس ارهف من الانسان العادي، بالخصوص لما كيكون عنده تاهيل لكاس العالم، فاي حاجه بسيطه كتاثر عليه، وهذا الشيء بان حتى ما بقيناش كنشوفوا ديك الابتسامه منه. وحتى اللي كيزكي هذا الكلام هو حريته سي سعيد، اللي قال بانه هضر على لونفيرونمون المحيط ديال الفريق اللي شي شويه فيه. وسايس راه تكلم سي سعيد، ما عجبتش المدرب عارفين اللعابه ديال الخارج كتروح عندهم ديك، يهضر على النقد الذاتي بانه خصنا نديروا ونفعلوا، ما خصناش، لانه النفسيه اللي هاد دابا سي سعيد. دابا سي محمد راه باقي ما حتى نحاول نقبط راس الخيط ديال فين غتمشي باش ندخل معاك في نقاش، ما تخرجي من حاجه من فكره لفكره، واسمح لي. لا لا بغيت نقول لك بانه هاد السيد اللي النتائج كلها هاديه، وراه النفسيه ديال اللاعب راه غادي بحيث الجانب النفسي انت بالنسبه لك هو اللي يؤثر على الفريق الوطني. فوالا، لانه هاد اللعابه هادو راه ماشي المدرب اللي كيسجل الاصابات، وحنا مقبلين نبداو نبدلو، كي غادي نديرو دابا؟ الا جينا نبدلو مدرب ونجيبو غادي تولي عاود واحد حتى غادي تطرح مشكله بين اللعابه اللي جاو جداد. اذا انت تتركز على الجانب النفسي، وانه الوقت ديال التغيير ديال المدرب ماشي هو هذا. ماشي فعلا، الا كان لانه سي سعيد حنا الاستمراريه ما نديروش بحال ذاك السيد اللي كيبني عماره ويخليها لانه فيها واحد الخدود، وعاود ثاني يجي يعاود لي الفكره وصلت سي محمد، الفكره وصلت. احتراماتي. يلا شكرا سي محمد، بارك الله فيك. مرحبا. في عند سي محمد انت فراوت. سي محمد مساء الخير. كيف سي سعيد الله يطول عمرك. مرحبا سي محمد. هذا السي واحد قال لي كتجي في التصريح ديالو مغاربه مقلقين. بغا يكونوا ناشطين. لا بلاتي. واش شاف الماتش ديال كرواتيا وفرنسا باش ما يتقلقوش؟ ما شافوش محال. واش شافو؟ واش شاف نيجيريا بشحال ربحات؟ محال. واش شافو؟ واللي بقى فيا انا بقى فيا ذاك اللعاب ديال البارحه، والكره تعدى عليه الحكم وعطى ضربه جزاء. ما الحكم في وضعيته ما يتشمت يتشمت لا تشمت يتشمت ما صار باش يكونوا يعني ما اول كره اول كره مسكين مشى عليها تعدى عليه الحكم. هذا الشيء علاش قلت لك كاع في التصريح ديالو مغاربه ومقلقين. واش شاف الماتش ديال فرنسا وكرواتيا؟ واش تفرج؟ وحال واش تفرج؟ كون تفرج ما يقولش هذه الكلمه. هذا الشيء. واش شاف نيجيريا؟ وحال واش شافهم؟ هو قلت لك هذيك المره، قلت لك راه سميتو واحد ما سميتوش جوج، كون سميتو جوج تناقشوا مع الناس، هو سميتوها واحد وما كاينش اللي يهضر معاه. هادي تنكررها، ما كاينش اللي يهضر معاه. واسمح لي سي سعيد. لا ما كاين حتى مشكل. مرحبا سي محمد. مرحبا. مشي عند سي جمال من مراكش. سي جمال مساء الخير. مساء الخير سي سعيد. مرحبا. الله يحفظك. انا بغيت نعرف هاد سي سعيد هذا واحد علاش يقلب. الو سي سعيد. تسمع درتي السؤال وانت تتسنى جواب من عندك. لا، لانه عرفتي علاش؟ واش هذا قاري شي تدريب ما قراوش المدربين الاخرين؟ ممكن
ولا تيقلب على شي حاجه حنا ما عرفناش. واش نهار الخميس لعب التشكيله ونهار الاثنين غيرت هذه التشكيله باش لعبتي؟ ماشي بينك بين راه تيفهموا شي حوايج اللي مثلا لا يوقفوا على حتى لا يمكن وقيلا لا هو قال لك بانوا اللعابه تصابوا وكانوا مضروبين و راه ديما تيدير راه من شحال دابا هو ثلاث سنين دائما دائما ما عندوش تشكيله ما كانش تشكيله القاره عنده وراه عنده 11 لعابه سي سعيد والله الا عنده كاع تيرول واش اللي الشاهر كان هو احسن لاعب في الماتش تاع جنوب افريقيا وما لعبتيش الله ما انا تفرجت البريمير لا دابا هذاك صافي هذاك صافي هذاك لا هذاك مضمون صافي غيمشي لكاس العالم خصو تيجرب وحدين اخرين وداك الثنائي تاع النصير والكهبي راه ما عطاتكش ديرهم ديما تيتسطحوا لك لقدام لا ما عندها معنى هذيك شوف شي واخا يجيب واحد الشهاده يوري لي واحد الشهاده يقول لي هذه الشهاده ديال عطاوها لي الخبراء ديال التدريب في العالم كاملين جمعوا وقالوا بانه واحد عنده واحد الشهاده عليا اكثر منا كاملين غنقول له بانه الكعبي ونصيري في مقابله واحده غير صالحه ما غنقبلهاش منه ما عطاش ولاش عاوتاني دخلوش دفينا حنا ما نعرفش كاع هذا كاع ما تيفهم والو في الكره وما بقاش الوقت وخمس شهور ما بقاش الوقت السي سعيد ما بقى وقت دابا فين غتجمع حتى الاوقات باش تجمع الفريق فين هو حنا بغينا نديرو شي مقابله مرجعيه باش ماشي مرجعيه ماشي فريق باش نحسوا براسنا كي غنكونوا ما عرفناش كيفاش تكون الامور واش سعيد حنا هاد مليون تسكر ليه عندنا والله تيقتلهم بالفقسه كاملين لا واش شوف الانسان ياخذ هذا الشيء بال شوف انا عارف بانه الاحساس ديال الفريق الوطني حتى شي واحد ما يقول شي واحد الفريق الوطني لا خذ امور عاديه لا لا الفريق الوطني الناس تتعاطف معاه وتتموت معاه هذا القلب ديالو تيزدح اللي ما بغاش يتفرج انا تنقول لكم انا عايش قصص مع الناس ما تشوفش الفريق الوطني ما تنخاف يخسر باقي خسر من هذا الشيء هذا كاين ماتش واشي لاميطه الاولى البارح هو ليبيريا لا لا ليبيريا راه عندنا حنا الفرقه الاخرى والزم والله تيلعبوا مزيان ويربحوها ودي السكواد حسن والهضره كثيره والله يدير الخير الله يدير تاوي الخير شكرا سي جمال بارك الله فيك مشي عند سي رشيد من سلا سي رشيد مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله لاباس بخير الله يبارك فيك بغيت نقدم لك واحد التحيه الله يحفظك الناس اللي حضروا لكاس العالم ديال 86 ومازال داك التعليق ديالكم ديال فني كيتمركوا لديك الطريقه باش كتهضر هذيك هي الحاجه الوحيده اللي كتشفي الغالب ديالنا في هذا الوقت هذا صراحه لان ملي كنشوفوا الفرق ديال الفريق ديال 86 ونقارنوا بهذا الوقت هذا يعني كتجينا واحد الصدمه اللي هي قويه بزاف انا سؤال واحد اللي كنطرحها ديال دابا السؤال اللي كنطرح هو يعني إذا كان 40 مليون ديال المغاربة تبارك الله عندهم موقف واحد المسؤولين على هذا الشيء فينا هما لا ما هذا المسؤولين راه داخلين في ذاك 40 مليون لا داخلين في ولكن راه هما اللي جابوا لنا هذا السيد هذا لا دابا هما جابوه بحسن نية ما جابوش غير بسوء النية قالوا يمكن لا لا, لا لا شوف دابا راه ليس الدفاع حتى لشي واحد تمشي غير باش نتفاهموا بنشوف النقاش دابا أنت تمشي واحد النقاش تنقول أودي بأنه إلا ما داروش الرغبه اللي باغيين هما دونك بالنسبه لك علاش كاين شي حاجه اللي ياك ما يعني يعني العقد اللي كاين تيشفع عليه مثلا حيت التعاقد مع مدرب ما يمكنش تعاقد مع مدرب وتقول له ولا واش سعيد هذا العقد هذا نشوفوا حنا شحال غادي نخسروا وشحال غادي نربحوا ما ايوا هذا موضوع اخر الا استمرينا مع هذا السيد هذا حتى لكاس العالم نقيموا هذه الخساره هذه ونقارنوها بلا جبنا مدرب واحد لا ولا كان عندك معاه انه الا فتاهل كاس العالم غنزيدوا مع عامين اخرى واش نقول لك بغاو دونك يفقسونا حنا وصافي هذا هو لا ما شوف ما كاينش شي مسؤول تيقول غنفق الشعب دابا المسؤول واحد الوقت راه تيمكن يكونوا اخطاء ما تنقولش ما يمكنش يكونوا اخطاء ولكن الا دار شي خطا يعني عن غير قصد وهاد العقود وهاد الشيء هذا راه يعني اللي غادي يستمر من 2019 لحد الساعه يعني راه كارثه علينا حنايا كنقسم لك بالله ودي سي سعيد الى انا كنهضر على راسي شخصيا وراه كاع كنا راه كاع روح الوقت شوف ملي كيكون كيلعب الفريق ملي كنت كنتفرج 86 حتى 94 98 في الفرق الاخرين قسما بالله اذا القلب ديالك كيضرب من اول خطوه وراه اكيد راه ماشي راه لا نقاش فيها بالنسبه للمغاربه كاملين دابا حنا ودي سعيد والله الا كنتفرج بواحد البروده يعني بحال ما بقاتش فينا الروح الوطنيه ونعطيك واحد المثال البارح كنت كنتفرج انا والدري ديالي عنده 10 سنين وجلس حدايا اقسم بالله الا اول مره كيشوف فيصل فجر داك الخطه ديال الدفاع قال لي بابا
كان عليه يدير بونو في الهجوم يدير الكعبي في الحراسه ومصيري في الدفاع وسيس في الهجوم هو مي حسن بي والفيديو راه وراني بقوت اللي يعني يعني شوف طفل ديال 10 سنين يعني كيفهم في شي حوايج اللي مازال واحد الناس وحدين اخرين اللي هما مهتمين بالكره ما فاهمينهاش. وهادشي اللي كنقولو لك سي سعيد وكنشكرك. شكرا لك سي راج بارك الله فيك. وراك عزيز وراك خلق الله يطول عمرك بارك الله فيك. بارك الله فيك سي بارك الله فيك. مشي عند سي كريم من الولايات المتحده الامريكيه. سي كريم مساء الخير. صباح النور. صباح النور سي كريم. تحيه لكل مرحبا مرحبا. احنا بعدا احنا في امريكان مازال قامت نسين بقى ما تفرطاتش انا ديك ديال 3-0 اي بيسير معاهم. المهم احنا باقيين كيشدوا فينا لدابا احنا. ايوا كاين الميريكاني زعما يعني ما عندوش مع الكره ما تيهضروش عليها بزاف. لا ما وهذوك اللي عندهم مع الكره. اللي عندهم مع الكره. انا مغربي كتقول لي عندهم مغربي ولا عندهم مع الكره كيقول لك واي اللي انتم عيانين في الكره. المهم هذا موضوع اخر نحاولوا ننساوه. المهم كاين جوج انا جوج حوايج نهضروا شويه بالمنطق واخا العاطفه كتغلب ولكن جوج حوايج اللي كنظن الناخب الوطني ما تفوقش فيهم اللي هما اختيار لاعبين دي واحد اختيار لاعبين كل سنين دابا اختيار لاعبين ديما عندنا كاين يعني تناقش بزاف في واحد الدرجه كبيره لعابه ما يستاهلوش يكونوا في المنتخب هذه واحد وجوج التاكتيك ديالو التاكتيك ما قنعناش ما كنعرفوش السيد كيفاش كيلعب هاد الحوايج اللي بالنسبه ليا شي حوايج مهمين في ناخب وطني يعني ما كتفوقش في اختيار لاعبين في اللائحه ديالك وما كتفوقش التاكتيك ونعطيك مثال كبير اللي خرجنا بفداجه مع مصر بالخطا ديالو كنا رابحين كان سيناريو اي مدرب في العالم يتمناه فهمتي هادشي كامل كيقول كما قلت لك خلينا العاطفه ابار هادشي كيقول ما عندنا ريسك كبير مع هاد السيد هذا ريسك كبير دابا عندنا ريسك كبير انا كيبان ليا منين غنمشيو الا كنا غنمشيو كاس العالم بهذا السيد بهذا الريسك كبير اللهم نريسكيو باش اي واحد من غيره هادشي بغيت نقول زعما السيد هذا خرج علينا في كاس افريقيا بسذاجه كان ماتش ديالنا كنا غندوزو ضد مصر وبالنسبه لي انا مصر وميريكان هادو ماتشات اللي بالنسبه لي كان واحد ليفالياسيون ديال زعما هي زعما امتحان كبير وما تفوقناش فيهم انا تنقول هاد دابا السيد خصو دابا كما قلت حنا الريسك واخدينو علاش ناخذوا هذا الريسك بواحد اللي حنا عارفينه يقدر نخرج نجيو شي 6-7 نتائج الله يسر الله يسر صافي ما بغيناش حنا لا بيان سور ولكن كنقولوا وحاجه اخرى هي اللي مهمه في المنتخب الوطني ما كاينش روح الفريق ما كتبانش كتبان لك ان اللاعب المحترفين من المحترفين المغاربه اللي زايدين برا والمغاربه اللي زايدين اللي كيلعبوا في المغرب وكذا ما كيبان لك هادو جروب وحدهم حتى كيكونوا واقفين ما عرفتش تفرضوا البلد لي ديتاي ولا لا كيكونوا واقفين هادو جروب وحدهم هادو جروب وحدهم هذا راه دور المدرب هذا الا ما كنتيش انت كتخلق هذوك روح الفريق وكلشي بحال راه بالنسبه لي انا راه هو سي كريم غنضيف واحد القضيه الشيء لما المدرب تيولي تيكون معرض للانتقادات وهذاك الانتقادات تكون يعني واضحه مجسده في المباريات تيضعف قدام اللعابه تيضعف تيضعف حتى اللعابه ما تيبقاوش ينظروا على انه واحد الانسان لا تيصغر في عينيهم. هضرتي على واحد القضيه السي سعيد في الاول ديال البرنامج ديالك قلتي ان الشخصيه عموميه كتفصل تكون تقبل الانتقاد معلوم واخا تضرك ما تبينهاش واخا تضرك لداخل ما تبينهاش خاص تكون مهني انت راه ما غيكونش عليك اجماع ما كاينش شي واحد هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين خاص تكون كتقبل الناس شوف انا بعد سميتو الجمهور عاطفي وخاصك تقبل اي حاجه قال واخا يكون غلط الجمهور خاص تقبل داكشي اللي كيقول وانا شوف كنتمنوا حنا الخير المنتخب هادشي اللي كان نسيح كريم حنا شوف انا راه اللي كيبقى في الحال اللي كيضرك راه بلاد اللي عطات تيمومي وعطات فارس وعطات زاكي وبدرباله راه ما عرفتش انا واش هاد المدربين اللي كيجيو واش كيديروا لهم شي فيديو كيفرجوهم يقول لهم ها اشنو ماشي تجي تقول لي انا راه اهلت كاس العالم انا بالنسبه لي وحيد خاصو يدير حسن من رونالدو اكيد خاصو يدير رونالدو اهلنا
وكان كيلعب الكره. شوف انا عندي 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 انا عندي كلمه واحده تيمكن نقولها لانه تيمكن لي نعطي بها الصوره ديال المغرب. تنقول لهم النهار اللي كانت افريقيا عطاوها الفيفا انه مقعد واحد يعني بلاصه واحده مشى ليها المغرب انتهى الامر صافي صافي. كاس العالم هذا 70 قالوا لنا اللي بغيت تمشي افريقيا كاملين غتنوضوا تقاتلوا كاملين غتعطيونا واحد مشى المغرب يكفي الله يجعل البركه. هذه اكثر من كاس افريقيا اللي هي اول منتخب واول منتخب عربي وكيتاهل الدور الثاني راه عندنا بزاف د الحوايج. يلا سي كريم مشى مشى يلا شكرا يلا انا حتى هذا راه لقب هذا لقب انا لقب ولقب يعني واش من لقب صافي ماشي كاس افريقيا ماشي هو كاس افريقيا ولكن غتمشي لكاس العالم في الوقت اللي كانوا غير 16 فرقه ما كانوا شي 34 و48 والو 16 فرقه افريقيا منا واحد مشى المغرب يكفينا فخرا. شكرا لك سي كريم. مشينا عند سي عبد الكريم من سويسرا. سي عبد الكريم مساء الخير. مشى سي عبد الكريم. سي شكري من الدار البيضاء. سي شكري مساء الخير. السلام عليكم كي داير استاذ بخير. الله يبارك فيك بارك الله فيك. الله يجازيك بخير. التدخل ديالي غادي يكون مبني غير على واحد سؤال واحد. الله يجازيك بخير وبغيت انتم كصحافه اللي هي يعني عندها واحد الدور ديال المجتمع للتوعيه الى اخره مع كل احترامات. الصحافه كانت دارت بزه على رونار انا ما عرفتش علاش الصحافه كان بارد فيه ودارت عليه واحد الضجه حتى مشى مع العلم انه وصلنا لكاس العالم وراه طلعنا المستوى مزيان طلعنا تولينا يعني من بين الدول اللي هي عندها قيمه كبيره في العالم الرياضي وما تقدرش دابا الصحافه بديك الطلعه ديالي اللي كانت طلعت على رونار دابا الدور ديالها على على على, على واحد لا على دابا على الصحافه اسمح لي شكرا لا حول ولا قوه الا بالله لا شكري واش دابا الصحافه تشكر وحيد لا دابا انا كنهضر على ديك الطلعه اللي طلعت انا ما كنتش متفق مع الصحافه باش تحيد رونار هو ما رونار غادي 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 ندمنا عليه وغندموا عليه لحد الان وهو شوف راه ما كاينش شي مدرب داز في المغرب ومشى بسلام يعني دائما راك عارف سي سعيد مع كل احتراماتي واحد الضجه كانت داروها على 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 رونار وعلاش قولي لي علاش علاش قال كيهضر مع الصحافه ديال برا كيهضر مع الصحافه ديال فرنسا وما كيهضرش مع الصحافه ديالنا حنايا المغرب علاش ومن هنا انطلقت الضجه ديالو عليه هو ايوا كيف ما كان الحال هو فريق فريق حنا كنشوفوا لو تيغان كيف كيف في تيغان داكشي اللي على برا ما سوقناش فيه ولكن هو في لو تيغان لا لا شوف شوف كصحفي شوف شوف فرنسا فرنسا في 98 مع هوري ميشيل يعني كانوا تيقولوا لنا الندوة الصحفية غادا تكون هذا وتنطلبوا التشكيلة ديال الفريق ديال تنطلبوا التشكيلة واش لا تشكيلة باقي ما يمكن شيء ولكني كنا تنلقاو تشكيلة في واحد الجريدة فرنسية قبل المباراة 24 ساعة ما يبقاش فيك الحال بون واخا ولكن واش ما نقدرش نميك ماشي قادي تمياك لان لا اسمح لي اسمح لي انا عطينا في لو تيغان عطينا لا غير اسمح لي غير اسمح لي لا غير اسمح لي هاد العمليه هادي تولي في واحد النوع من المصداقيه لواحد الجهاز على جهاز وتتولي انت اخر من يعلم وحدين اخرين عارفين الواحد يوصل للمصدر ديال الخبر وانت ما توصلوش شيء غيبقى فيك الحال تيكون الناس خارجين تشكيلوا انتم ما عندكمش هنا عسين الدير ما عسين شيء هو علاش مع ما يخرجت واشرح له قول له بان راه عطاه له لا سي زابوك راه شوف اوكي انا متفق معك من هذه الناحيه ولكن ماشي مباشره انا نحيدوا لان راه كان واصل راه كون زاد الوقت كون زاد جلس معنا هو 30 اخرى كرة تبارك الله فين ولينا ما عنديش فكره ما بقيتش نتذكر كاع الاسم ديال الذهب ديالو ما نكتبش عليك انا ما نعم ما بقيتش نتذكر كاع الاسم ديال الذهب ديالو ما عنديش فكره كاع نسيت انا كاع جوستومو سي زادو خرج جوستومو راه هذا هو اللي كان وراه كنعطيك يلاه شكري شكرا لك بارك الله فيك بارك الله فيك مشينا عند السي عبد السلام من طنجه سي عبد السلام مساء الخير مشى السي عبد السلام سي وليد من مكناس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله انا فرحان تنهضر مع السي سعيد الله يحفظك اسي بارك الله فيك ملي كنت صغير وانا تنشوفك في مرحبا اللي بغيت نقول دابا اللي طلع عطاه يعني ما بقاش بزاف في المونديال وباش غادي يعني غادي دابا كلشي ما باغيش هذا المدرب يعني كلشي لا الجمهور ولا الصحافه ولا كلشي وتا الجامعه يعني دير الخاطر للجمهور ما فيها باس ما بقاوش باغيين هذا المدرب ياك الكره اصلا الكره باش تفرح الشعب ما بقاوش باغيينو نحيدوه ونشوفو لنا شي اطار وطني ولا جوج ولا مجموعه شي ثلاثه ولا اربعه من المغرب راه عطى الله الاطر الوطنيه يديروا مثلا خطه انقاذ
خطه انقاذ في هذه الخمس شهور هذه. ونقولوا حنايا يشوفوا لنا ليكيب بهذه السميات الكاينين، يوجدوا لنا فريقه ويديروا لنا مقابلات، الا ما بقاوش مقابلات وديه يعني دوليه اي محليه، ما يشوفوا لنا مع الفرق الوطنيه، وتكون هذا الفريق هذا اللي غادي يبنيوا عليه ماشي لهذا المونديال، على امال من هنا 4 سنين ولا تكون عندنا لا باز ديال الفريق المستقبل، ويكون زعما وتصلح لنا المنظومه الرياضيه، تكون هذه كبدايه لاصلاح المنظومه الرياضيه، ولا كاين شي مشاكل في الجامعه ولا هذه، ولما لا. هادشي اللي بغيت انا نقول. وما زعما غادي باش ننتظروا غادي تكون شي حاجه كبيره في المونديال مع هذا المدرب، انت راك تشوف غير يعني ما غاديش يمشي غير وارده، غير وارده، بلا ما نكذبوا على راسنا نقولوا لا راه ما غاديش. ايوا يكون خير ان شاء الله. هادشي اللي بغيت نقول لك. انا سي وليد شكرا لك، بارك الله فيك. مشي للرباط لعند السي صلاح الدين. سي صلاح الدين مساعد، مرحبا. مساء النور. مرحبا مولاي. من المتابعين ديالك ديالك وجارك كيف هدايا. مرحبا السي صلاح الدين. كي دايرين بخير؟ الحمد لله بارك الله فيك. في واحد التدخل بسيط وبغيت تعطيني شويه سعه الصدر ديالك. هذا الشيء تيفكرني بواحد الكتاب ديال التهافت والتهافت. كل شيء متهافت. دروك حنا يمكننا ناخذوا ليكزومبل الناس اللي سابقيننا. تنشوفوا مثلا الالمان لونتري اللي كان عندهم قبل هذا اللي دوز 15 حدا الراكله 8 لجوج في لاكوف دي موند، وما تبدلش، ما كانش عليه هذا الصداع، ولا جاب حكه وما جاب حكه. سي فري كو واحد تيدير عنده اخطاء اللي كنشوفوها كاملين، اللي الشارع المغربي تيعطاو وهذا في التشكيله ديالو، ولكن دار ان جروب سي طلعوا في مصادر موثوقه وتنطلقوا في 4-4-2 نقولهم لك. دار ان جروب سد على الصماطيره، سي سيريو معقول يخدم يعطيو فرصه، ما بقناش الوقت فين نبدلو، راه احب من ما بقالكش الوقت فين، راه اللي جبتي غتحرقو واخا ما تفيق بيك نباور من هذا ما غاديش يدير. كيف يعطيو الفرصه ديالو يكمل بلو جروب باش يبقى ذاك لا صوندو. قلتي واحد الكلمه زوينه، من كثر عليها الضغط اللعبه ما بقاوش يحترموه. انا صافي ما بقاوش يحترموه، ما بقاش عنده ذاك الرهبه اللي كانت تشكلها الرهبه، وكانوا دايرين ان جروب ومتفقين عليه. نعم نعم. صغار في عينيهم، صغار في عينيهم. هو سي فري عنده دي ديفو سيغ، تيزقلا بداك لي شوا ديالو، راه داك لي شوا اللي كان صدقوا له غنوليو بحال ذاك لي زونترينور اللي كيدخل شي واحد جوار فوق كيبغي تيقول لك راه لونترينور معلم. تيقول لك راه لونترينور معلم. ناخذوا ليك صوبه، حنا ما غنديروا والو في كاس العالم، كنمشيو حنا شنو تيهمنا من كاس العالم، ذاك النقيطات اللي تناخذوا باش ملي كنجيو لافريك كنتكلاصاو في لي جروب وفي لي بول بور لي شوا. سيفري ما خصناش نمشيو نشوفوا، ولكن ما غادي ماشي حنا هما اللي غنمشيو نديو لا كوب دي موند، زعما خصنا ما نشوفوش ولعبوا كره زوينه. وتيبان ليا الا عطاو واحد الفرصه، انا تيبان ليا غيدير ان جروب ويكون الضربين الا تعقلت كوب افريقيا. سمح لي طيب صلاح الدين راه تيقول لك 3 سنين هو عنده فرصه، 3 سنين وي امتى؟ هذا هو المشكل، حيت هو لو بروفيل ديالو ني با ادابتي لو فوتبول ماروكان. هادشي اللي كاين، تعقل راك انت سابقنا في الدومين، الا تعقل على فاريا شحال كان عليه كريتيك، خصو يدخل امام الله وحكا ويدخل غير الجيش. ولكن ذاك لو كود وازاغ اللي دار مع خيري وضرب ذاك البيوت هذا ولا بطل. فهمتيني؟ هو شوف هو خصك، شوف لما يكون عندك واحد اللاعب خصك تامن به. سي فغي. الا ما امنتيش به، شوف انا غنعطي واحد المثال واسمح لي باش نختم معك لان كاين الاخوان تينتظروا. ريال مدريد. اييه نعم. شكون دابا اللي مرشح يدي كره ذهبيه؟ بنزيما. عقي على بنزيما مشي فويرا يخرج حالته، ما تيحملوش في مدريد، خصو يمشي في حالته. يا شنو كان؟ بلاتي كانوا ما قابلين شيء وجالسين على بيريز جري عليه ما صالحش، علاش؟ لان عندهم موراتا سبليوني وعندهم هيغواين الارجنتيني، وكانوا جابوا هانتالر الهولندي. وهو كان تيدخل مره وشو كان تيدخل بنزيما؟ كان بنزيما تيلعب هو الرسمي وتيدخل موراتا تيلعب 20 دقيقه تيسجل ديال الاهداف والاخر والو. لقاو بانه اللي لاعب اقل تيسجل اكثر من لاعب اكثر اللي هو بنزيما. انشيلوتي اللي كان معاه هذا زيدان تاقف بنزيما، قالوا لا هذا غادي يكون واحد مر غانتيقو غادي نحميوه، باش غيحميوه قالوا ما كاين حتى مشكل، باش يوقع لنا مشاكل هكا غنصيفطوا هذا الجيفونتوس ونصيفطوا هيغواين مع مشى لانتير ولا مع فين مشى، وغنخليو بنزيما. ها بنزيما غيدي كره ديال الذهب. خاصك تيق في الواحد وتعطيه الوقت، تيق في الواحد. حنا دابا حنا المشكل اللي عندنا هو انه فين ما نسمعوا شي لعاب تايل مزيان راه جوج ديال الاهداف هولندا عيط له،
واحد جوج راه سجل في بلجيكا عيط له ايوا انت غتجمع هذا القوم كامل كي غدير لهم خبيوه السيد سي صلاح الدين شكرا لك بارك الله فيك مشي عند السي عادل بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا لك شكرا لك مشي عند السي عادل مراكش السي عادل مساء الخير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سير الله سي سعيد الله يحفظك سيدي عادل سيدي سعيد انا غادي نقول لك واحد الراي ديالي ما عرفت واش غادي يكون صعيب ولا لا لان حنا ما الراي من الاراء ما راه شوف سي عادل سي عادل راه ما كاينش شي واحد غايقول لك الراي ديالك صائب ولا ما صائب تتامن به فانت عندك الحق انا حاجه واللي بغيت لان ولينا دابا تنشوفوا سي سعيد المنتخب مشتت المدرب في واد اللاعبين في واد اخر الجامعه في واد اخر ما كاينش داك التلاحم في المنتخب الوطني اما يساندوا هذا الشيء اما يزكيوه ويساندوه ويقربوا منه ويشوفوا شنو هو المشكل ولا يخليوه يمشي ويديروا لنا شي مدرب اخر اللي يكونوا فيه مواصفات اللي بغاو الناس جميع حنا انا كمتفرج بغيت نهضر على حقي انا بغيت ملي نجلس قدام التلفازه ولا لذاك اللي تيمشي للتيران ولا تيمشي للقهوه يشوف منتوج كره ويشوف الكره مزيانه اي من حقك يشوف كره حقك. انا هادشي اللي تنطلب يدخل فلان ولكن حنا متفقين بانه هادشي ما عمرنا شفناه بانه مدرب تيعيط ل 70 لاعب باقي ما لقاش 11 ولا 18 ولا 20 لاعب هادشي كلنا غادي اللي تيعرف اللي ما تيعرف غادي يقولها لي ولكن اما هادشي يدعموه ويقفوا في جنبه ويجمعوا المنتخب ويخليوه ولا يصيفطوه يجيبوا واحد اللي يقدر يدير هادشي لان المنتخبات نظري تنشوفو مشتت كل واحد تيجر القند المسؤوليه راه المسؤولين خصهم يتدخلوا المسؤولين خصهم يتدخلوا ويديروا حد لهذه مهزله تنشوفها انا ما عمرني شفتها انا تنفرج كره قديم من 84 ولا 85 هذا الشيء ما شفناه اما تيكون عليه اجماع وتيوقفوا معاه وتيدعموه وتيسندوه ولا تيمشي في حاله وهذا هو الراي ديالي شكرا سي عادل بارك الله فيك بارك الله فيك سي عادل باقي عندي واحد ثلاثه ديال المكالمات ناخذ السي حسين من الدار البيضاء سي حسين مساء الخير السلام عليكم سي سعيد تحيه طيبه سي سعيد مرحبا سي حسين سي حسين سي حسين يلا سمعنا تحيه طيبه ما بقاش معنا سي حسين ايوا يحاول الى قدر طيب باقي نعاود ناخذ مكالمه اخرى ناخذ سي عبد الغني من مراكش سي عبد الغني مساء الخير مساء النور مساء الخير يا سيدي سيدي سعيد غادي انا ندور الحوار ماشي للمدرب ندور للعاب اش من لعاب عندنا واش عندنا 11 لعاب هذا لا لانه سي سعيد احنا كي تنقول احنا كوغيريير فهمتيني دوك هذا المدرب الجديد اللي فينا نجيبوه واش عنده كيف الى استنى واحد ثلاثه واحد الخمسه كاع باش نكثر غادي نقول واحد الخمسه أيه. غير الجول وسميتو وحكيمي ونزيد على هذاك انا فان حمد بوناجي وهذاك الولد ديال فنتي هذاك ديال اسمه بعداك حارث راه هذيك الشرنيه السنترال اللي كنقولوا راه بان الديفو ديالها راه تخيل راه البيوت ديال الامريكان وعندنا جنوب افريقيا راه منهم راه بغا يدوزو من الجناب راه بات تعلى وراه ثقيله راه هذوك بجوج خصو فيهم يتعاود فيهم النظر والله يجيو بداك لوكاكو حتى فوالا سعد واش كاين شي مدرب اللي بغا يجي يقول لهم كي تحصروا ولا كي توقفوه خصهم هما بعدا يكون عندهم فهمنا اما مابقاوش هو راه في الحقيقه هو المشكل اللي داير هو انه ما كذبش على واحد التشكيله عيط كي تقول انت من الصباح وانت تقول عيط على 60 لاعب ما يمكنش ندير 60 كدير لهم ما بغاش تخرج 11 فوالا كان كيخرج واحد 14 كبيره للريال بشحال لعبت هذا العام شحال لعبت معروفين محسوبين ونهار تيدير شونجمون تيديروا في الاخر تيسبقوا لي نهار ربح ليفربول ما دارهمش ما دخلش ذاك رودريغو اللي جاب له جوج ماتشات في الاخر فاش ديال الكارت فينال والدومي فينال ما دخلوا كاع ما احتاج ليش اذا حنا كي تنقولوا قبل ما نشوفوا ليه نشوفوا بعدا اللعابه ديالنا ولكن سي سعيد الكلمه اللي قال البارح اللي جات على لسانك بانه اش بغيت ندير في المونديال على هذيك اللي يمشي بحال هادو لانه ما بقاش حتى الثقه عنده في راسو انا كنت من الناس اللي تيقول بقى لانه ما بقاش عندنا الوقت ولكن بهذه الكلمه هذه الا فاتت تسللات للعابه وتسللات ليهم كلهم خصو يمشي بحال هادو هذا التصريح ديالو بصوته ماشي لا 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 ثقه سي سعيد الحاج سي سعيد انت ثقه انا ما سمعتهاش ولكن اصلا عندي راه نحلفوا على بالله بانه قالها يعني كي تنقولوا هذه الكلمه هذه يمشي بحال هادو ثانيين الناس ما خصهاش تفاجئ المقابله ديال البارحه ما كان عندها حتى شي اوبجيكتيف ماشي ريفيرونس كي تنقولوا اللي دخلتي ما كان عندها قيمه ما كان ما نهضروش على مقابله البارح حنا دروك اللي تنطلبوا من المسؤولين ونخدم معك السي سعيد وهو يهضروا معاه كود كي تنقولوا شوف السي ما باقيش تعيط لي على 60 لاعب ولا 70 لاعب غادي عنده الحق في اي غادي تعيط لي يحصلوا عليه اللائحه يحصلوا عليه 26 ولا 23 ما باقيش يخرج على هاد 6 شهور اللي باقيه ويقلبوا ليه خصهم يحطوا الفلوس هنا كي تنقولوا يقلبوا ليه على منتخبات اللي في المونديال غادي يديروا فرق راه
ما كاين التشابه بعدك ما بين اللعبه. خصو يقلب يلعب دروكا مع فرنسا، يلعب مع الصبليون، يلعب مع شتي يقول مع البرازيل الى لقاها، هادو هما ما خصهم يلعب. افريقيا يفوتها راه ماشي مستوى، وما ديما غادي نبقاو حنا طالعين عليهم لانه بهذا المستوى الضعيف ديالنا حنا كنغلبوهم بسهوله. اذا كي كنقول سي سعيد الله يجازيك بخير، الا كاينه شي كلمه توصل للمسؤولين نقبطوه. شتي الا كانت عندنا مع كونترا ولا 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 شي حد في في مرتبه عليا قابط ليه، هذيك الكلمه نقبطوها من لسانه، وهو راه مابقاش قد على المنتخب. ديجا مع الجمهور كيسبوا داكشي، هو كي تنقول حنا في المغرب ما عنده قلب، والله تنحطها واخا ما عرفتش شكون تيعطيوني، لانه هو وقت ما دخل 30 نفس تتسب فيه وتترمي عليه القراعي. وثانيا رحمه به وبينا غادي نقولوا ليه شكرا بارك الله فيك وصلتينا اللي وصلتينا، ولكن انت دركا اللي جريتي على راسك، ها فلوسك ها هي، انا الكونترا تاعي الفلوس، هادو هما المدربين، ماشي مشكله غادي نتحملوا الفلوس في الضائقه اللي كاينه. وتنظن بان احنا راه كمغاربه راه تنصبروا، غادي نصبروا ونعطيو فلوس ونمشي حالاتو. يلا شكرا السي عبد الغريق، بارك الله فيك. نمشي عند السي عبد اللطيف من الدار البيضاء. السي عبد اللطيف مساء الخير. وعليكم السعيد كيداير بخير. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي واحد الملاحظه المهم باختصار باش ما نطولش عليك. كاين حتى مشكل مرحبا. بخصوص واحد الاشكال هو على داك داك الاندماج الا بغينا نسميوه بين اللاعبين المحترفين وبين اللاعبين اللي عاد زادوا ديال البطوله الوطنيه. باقي الا بقى هذا المدرب تيبان ليا بان ما عرفتش واش غادي واش غيقدر يدير واحد الاندماج، لانه واخا كنحاولوا نقولوا هذا اللاعب راه قدم عرض مزيان ولا هذا، ولكن ما كاينش واحد يمكن اللي كيشوفوا كره بواحد العين مغايره على الناس الاخرين غادي يفهموا شي حوايج شنو كنقصد انا. كاين بعض اللاعبين راه ما اندمجوش مع الماتش، منهم منهم اشرف داري فاش دخل قدم ماتش مزيان، ولكن انا كنشوف ماي في الجهه اليسرى ما كانش كيعطيه كره، يمكن نقولوا واش عنده اول ماتش او شي حاجه ولا هكا. في الوقت اللي رايان ماي اللي قلنا بانه دار ماي اللي المدافع الا دار شي ماتش مزيان او شي حاجه، راه ما نقولوش دار ماتش مزيان، راه لاعب غير مع احترامنا للفرق يلعب مع ليبيريا. اي ما كاينش ما عندوش شي ما كاينش اختبار، ما كاينش اختبار، ماشي اختبار نهائيا، فوالا ما كاينش اختبار نهائيا. بالنسبه للعقيد الله يمكن فرض راسو الى حد ما في هذيك في الجهه اليسرى. جبران في الشوط الثاني عاد كان مزيان، عاد شويه ولا لان جبران عنده واحد الطريقه ديال اللعب اللي تنعرفوا بها في الوداد، هو ملي تياخذ كره تيسرع عينه هكا في الملعب هو تيعطي الكره. أيه. يعني بحال ما النقطه اخرى الكعبيره خدا واحد المده باش اندمج مع اللاعبين، واخا هذيك الرقم التسعود اللي انا ما فهمتش ليش سجل في ماتش ولا ليش سجل في ماتش وعطانا زعما واحد ربحنا ماتش كنقولوا صافي راه هو المهاجم كنعطيو تسعود وكيولي كل شيء لاعب عليه، واحد شويه كنحيدوه كنحطوه. متفق معايا سي سعيد؟ يعني ما فهمتش انا هذيك القضيه ديال المهاجم، ما فهمتش هذيك طريقه السوداني، ما من غير ذاك البيت اللي كان سجل ذاك الماتش ما تيبانش لي انا تيقدر. هذا هو اللي الواحد تيقول لك بانه تيكون محظوظ حيت السوداني شكون اللي الاسم ديالو طلعوا كاع للسوق. هذاك الهدف اللي جنا ديال الكونغو بهذه الطريقه صافي انتهت الامور صافي. وواحد الملاحظه اخيره هي بخصوص واش يبقى او يمشي، هذا الاشكال بزاف اللي تقال. انا في نظري يمشي، لانه علاه نقول لك علاش؟ لانه حنا ما درنا في كاس افريقيا والو، كاس العالم كنتمناو نديرو فيه لان المنتخب كيبقى عندنا يمشي وحيد ويجي مدرب اخر وهذا كتبقى الرايه ديال البلاد وكيبقى المنتخب هو الاساسي. ولكن هذا اللي تيقول لك على حسب التصريح ديالو بان المجموعه ما غنديرو فيها والو من دابا، من الاحسن يمشي في حاله. سي سعيد تحيه لك. شكرا لك، بارك الله فيك سي عبد اللطيف، بارك الله فيك. تظهر لي يعني بزاف ديال الامور تحدثنا عليها، وانا كنت ركزت على هذه القضيه ديال التراتبيه في كره القدم. تراتبية في كرة القدم كاينة في العالم بأسره، العالم بأسره، كاين المدافع الأيمن الرسمي وكاين رقم جوج. نادرا نادرا فيمكن تلقى مثلا واحد البوست تيلعبوا فيه واحد نوع من التناوب، تيمكن تكون ماشي ما، ولكن اللاعبين الأساسيين تيكونوا لاعبين أساسيين ما تتحيدوش رسميين. وقتاش يكون هذا الفريق قوي، هاد الفريق واش يكون قوي؟ لما تيكونوا اللعابه اللي تيلعبوا مع هذاك في ذاك البوست تيامنوا بانه هذاك اللي تيلعب احق بسميتو بالرسميه مني. انا لاعب ديال الفريق الوطني، قلتها البارح يمكن نعاودها حتى اليوم بالنسبه للاخوان، لاعب ديال الفريق الوطني درت معاه قلت له ما كنتش تلعب بزاف في الفريق الوطني، ما لعبتش بزاف، شنو باش جاوبني؟ ما قال لي شي المدرب كان حاقرني، وانا هو كان لعب مزيان ممتاز جدا،
شنو قال لي؟ قال لي راه كاين في لا ما نقول السميه ديالهم حيت باقي الحمد لله الله يطول عمرهم باقي من. قال لي ودي اللي كان تيلعب فلان واش لعب انا قبل مقدم فلان واش هذا الشيء متوفر الان دابا واش تلقى يمكنك تلقى شي مثلا يجي يقول لك اودي انا حريت انا ممكنش نلعب لان كاين بوفال يمكنش غايقول لك لا وانا كلشي على واحد انا محترف انا محترف انا النهار اللي تيكون عندك فريق فيه لاعبين بحال الشكل هكا ما تخافش لعب مرتاح لانه انا تنكون جالس في كرسي الاحتياط ولاعب واحد من بعد ما تيخرج تيكون عندي واحد الامل كبير انني نمشي ندير بحاله ولا على الاقل ما نشعرش الناس بانه هذاك اللي خرج راه اللي دخل اللي تعوضه اقل منه قيمه ماشي بحال دابا لما تيكون خرج شي واحد ممكن تنقول لهم دابا ما عرفتش واش كاين ولا ما كاينش ولكن لما تدخل شي واحد تيقول راه كان خاص يدخل انا الاولاني علاش هذاك ما كانش كان خاصو يلعب هذه من الامور اللي مهمه في كره القدم مهمه التراتبيه تراتبيه في كره القدم لما تيكون عندك حارس مابقاش تقول لا وهذا مزيان وحتى هذا ندخل هذا شويه وهذا شويه الحارس رقم واحد ولكن رقم جوج يقول لا هذا كيستحق هو اللي تيلعب نهار اللي تجيني الفرصه خصني ما نضيعها شيء بحال اللي وقع بزاف ديال الحراس تجيهم فرصه ما تضيعوها شيء اذا حنايا فين عندنا واحد المشكل اخر المشكل هو ديال هاد اللاعبين اللي تسمعوا من الناس ديال الصحافه ولا الناس ديال المتتبعين يعني راه مرارا تلقاو بانه تنسمعوا وتنقراو بانه واحد اللاعب في بلجيكا لعب واحد المقابله وسجل وعنده 19 سنه راه كاين حتى داك سميتهم لي زون جوور تيبداو يطلعوا في هذا الشيء هذا باش ياخذ عيطوا للفريق الوطني باش تطلع السومه ديالو واش انا اللي واحد سجل هدف نعيط له للفريق الوطني حيت 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 حيت, حيت مغربي اما انا غنقول لهم ودي شوف انا راه عيط 55 واحد فين هما هذا اللي غيمشي لبلجيكا ولا غيمشي لهولندا وبقاو ودي بغى يمشي لبلجيكا الله يعاونو انا عندي اللي يلعب علاش انا غنجيب واحد غير باش تخلق لي مشكل انا يلاه دابا لقيت واحد اللعاب حطيته في بلاصتو يعني حيت فريق وطني كل نهار تقول بانه انا لقيت دابا الشاعر انا غنبقى نجرب شكون اللي غادي ينزل مع الشاعر ماشي نهار لقيت الشاعر حيدته ونجيب واحد اخر يعني نهار لقيت اوناحي مزيان لقيت الشاعر انا لقيت جوج وانا غادي ماشي نهار لقيت اوناحي وقلت اوناحي دخل الشاعر لقيت الشاعر خرجت اوناحي دخلت اوناحي معاه فجر ما هاد الشلاطه بهذا الشكل هكا ما تخليكش تمشي بعيد مستحيل يا غدير الخواطر ما تنظنش بانه انا خاص كل ما كانت القاعده ديال الفريق الوطني المغربي صغيره كل ما كان الفريق قوي القاعده الكبيره تكون القاعده الاساسيه ديال الكره في البلاد يكونوا عندك بزاف ديال اللي تيشاركوا ولكن القاعده ديال الفريق الوطني خاصها تكون صغيره باش اللي غيدخل ليها اللي يستحق اما دابا اللي هضرتي معاه دابا حنا كي غدير مع دابا الفريق يكون شي لاعب دولي لاعب دولي لاعب دولي شحال لعبتي نص ماتش شحال لاعب دولي شحال لعبتي خمسة دقائق لاعب دولي ما كاينش هكا لاعب ما عمرني عرفت انا لاعب دولي باش الشكل هكايا لاعب دولي النهار اللي كانوا داك 86 واخد ديال الفريق الوطني من 82 والله ما حيدوا شي واحد حتى تخرجوا تقاعد صعيب تحيدوا دابا انت عندك 15 واحد في جوج ديال المباريات لعبوا شحال من لعاب 28 لعاب خدا الصفه ديال لاعب دولي لا خص المدرب يثيق في واحد المجموعه وانتهى الامر قال لك شي واحد الوليد راه سجل في بلجيكا بقى متبعينه ولكن ما ماشي نجيبو هنا باش نخلق المشاكل خصني نجيبو نلعبو باش ما يتقلقش ولكن نخرج واحد من المنظومه لا بناء فريق وطني خصو شي شجاعه من طرف المدرب وخص حتى اللعابه يامنوا بواحد الحاجه سميتها تراتبيه لانها في صالح الفريق الوطني شكرا للجميع الى اللقاء غدا ان شاء الله.